مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وكل من يشاهد قناة النادي الأهلي. أهلا بكم ويوم جديد من أيام البيت الكبير. حلقة نهاية الأسبوع النهاردة في البيت الكبير إن شاء الله هنتابع من خلالها كل الأحداث على الساحة الرياضية المصرية والعالمية. طبعا على الساحة الرياضية أكيد هنتابع يعني أخبار فريقنا النادي الأهلي بعد فوزه الكبير على الإنتاج الحربي، كمان استعداداته إن شاء الله لمباراة مهمة جدا أمام البنك الأهلي يوم الأحد. ده على الصعيد المحلي هنشوف كل استعدادات فرقتنا، بجانب طبعا الحدث العالمي اللي بتستضيفه مصر، طبعا الحدث الكبير حدث كأس العالم لكرة اليد رقم 27 اللي مصر بتستضيفه بتنظيم أكتر من رائع. كل ده من خلال إن شاء الله برنامجنا النهاردة ومن خلال حلقتنا. طبعا ضيوفنا وأحداثنا طبعا هتقدموا طبعا سهام اللي برحب بيك. أهلا أنا برحب بك كمان. ازيك يا كابتن هاني؟ مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير مساء الخير. ويمكن زي ما كابتن هاني كان بيقول دلوقتي حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله كنا حلقة تنال إعجاب حضراتكم، هنتكلم في كل الموضوعات والقضايا المهمة أكيد. علشان كده يمكن النهاردة معنا ضيوف شرفنا، النهاردة هنتكلم معاهم عن الأحداث الرياضية. النهاردة مشرفنا كابتن رمضان السيد، واحد من نجوم طبعا الأهلي الكبار ومن المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة. النهاردة هنتكلم معاه عن الأهلي الموسم ده، المنافسة في الدوري، كمان هنعرف ان في النهاردة أزمة تغيير المدربين. رأي كابتن رمضان ايه في الموضوع ده وهذه الظاهرة المستمرة كل موسم في الدوري بتتجدد؟ هنعرف رأيه ايه في الموضوع الهام ده. ولكن في الفقرة الثانية ان شاء الله مشرفنا النهاردة برضو ضيوف مميزين جدا، بنتكلم عن كاس العالم لكرة اليد، ولا صوت يعلو عن صوت المونديال النهاردة لما مصر تنظم حدث كبير زي ده في ظل الظروف الصعبة. ده دليل على قوة وعظمة مصر. علشان كده هنواصل كلامنا عن مونديال كاس العالم لليد المقيم أو المقام هنا في مصر. والنهاردة معانا اتنين من نجوم الأهلي ومنتخب مصر السابقين في كرة اليد، الكابتن محمد عبد الله والكابتن محمد عبد الوارث. هنتكلم معهم عن كواليس المونديال طبعا، والافتتاح امبارح اللي كان مشرف جدا وكان حضره طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما انت قلت سهام، طبعا لا صوت يعلو غير صوت المونديال. وبصراحة يعني تابعنا وكل الناس تابعت التنظيم والاحتفال الرائع في بداية المونديال في ظل طبعا الظروف الصعبة اللي بيمر بها العالم كله. صورة جد مشرفة جدا جدا لمصر في ظل يعني جائحة كورونا، يعني إقامة هذا الحدث العالمي في مصر وكمان حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفل الافتتاح كان ليه أمر رائع، يعني بيدي رسالة مهمة جدا جدا للعالم عن مصر وعن مكانة مصر وعن عظمة مصر وكمان القدرة في التغلب على الصعاب والتحديات. بصراحة تنظيم كان أكتر من رائع، كمان بداية الاهتمام الشعبي، كلنا بنتابع المونديال بنتابع كمان فرقتنا. وخليني أقف كمان على يمكن الكلمة الصغيرة اللي قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه كلنا بنمر بتحديات، العالم بيمر بتحديات كبيرة جدا وكل رحلة البشر بتمر بتحديات، ولكن مصر دائما تقف أمام التحديات بشكل أكتر من رائع. النهاردة بيتكلم عن تحديات كتيرة جدا، الحدث العالمي الوحيد في العالم دلوقتي على المستوى الرياضة هو موجود في مصر. مصر دايما عندها الإرادة وعندها الإصرار إنها بتبعت كمان رسائل للعالم، ومن خلال الرسائل دي كمان يا سهام في بعض كمان الصور الناس بتقول ما فيش جماهير ما فيش اهتمام، لكن أنا بقول لك الصحافة العالمية مهتمة جدا جدا بهذا الحدث العظيم. النهاردة شفت يعني وانا يعني في بعض الصحف الالمانيه والمجلات الالمانيه صور لعيبه المانيا بجانب الاهرامات، لعيبه اليابان على الشواطئ. فعايزين نقول كمان غير الحدث المهم على المستوى الرياضه، لكن كمان حدث بيثبت ان مصر قادره على تنظيم اكتر من رائع وبطوله كبيره جدا بحجم بطوله كاس العالم اليد في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها. يعني ومتهيألي يعني ده لا يعني هو ده اكيد اللي حصل، ده انه ما فيش اي افتتاح لاي بطولات في العالم حصلت تقريبا من سنة من وقت جائحة كورونا، احنا بنتكلم في ديسمبر تقريبا اللي فات لحد النهاردة ما شفناش افتتاح لبطولات. النهاردة ده بيحصل على أرض مصر، والحقيقة إقامة البطولة على أرض مصر ده دليل قاطع على قوة المصريين وأن هم قادرين فعلا أن هم يعني ينظموا الأحداث العالمية المهمة وسط صحيح ظروف استثنائية، ظروف صعبة العالم كله بيمر بيها، وشفنا ده قبل كده برضو في تنظيم كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم. النهاردة وإحنا في اليوم الثاني للبطولة
الصورة رائعة جدا، والصلاة يمكن شكلها كمان أكتر من رائع ومشرف لمصر. وأيضا يعني لو اتكلمنا حتى عن الإجراءات الاحترازية المشددة، الكل بملتزم علشان البطولة دي تخرج بشكل أكتر من رائع. وكلنا شايفين وكلنا متابعين العالم بره، زي ما أنت كابتن هاني بتقول العالم كله بيتكلم إزاي النهاردة، الأخبار العالمية الصحف العالمية أكتر كمان بتتكلم إزاي عن هذا التنظيم الرائع. وكالات الأنباء العالمية النهاردة بتتكلم عن تنظيم البطولة والأجواء اللي في مصر وحفل الافتتاح اللي كان مشرف جدا. صحيح ما كانش فيه جمهور وكانت دي الحاجة اللي ناقصة، لكن اللي يصير على العالم يصير علينا، احنا مش بمعزل عن العالم. صحيح. يعني تعالوا دلوقتي نشوف مع حضراتكم تقرير. التقرير ده بيتكلم عن الافتتاح الليلة الرائعة دي، افتتاح مونديال اليد، وعن صورة مصر المشرفة وتألق منتخب مصر كمان في الظهور الأول ليه. اهتمت الصحف العالمية بانطلاق كأس العالم لليد 2021 أمس الأربعاء، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 من يناير حتى 31 من الشهر نفسه في النسخة رقم 27 من المسابقة للرجال. وأشادت شبكة بي بي سي العالمية بحفل الافتتاح الذي نظمته مصر واستضافتها لبطولة مونديال اليد 2021 في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة والحرص على الاطمئنان على صحة الجميع، سواء من لاعبي المنتخبات المشاركة أو الجهاز الفني لها، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأضافت أن المنتخب المصري لليد نجح في تحقيق انتصاره الأول على تشيلي بنتيجة 35-29 في الجولة الافتتاحية لمونديال اليد. وركزت شبكتا بي بي سي وسكاي نيوز على المواجهة النارية التي تنتظر منتخب ألمانيا أمام أوروغواي في بطولة كأس العالم لليد 2021 في ظل رغبة المنتخب الألماني في تحقيق الفوز بالجولة الأولى. كذلك موقع فوكس سبورت اهتم بافتتاح بطولة مونديال اليد 2021 الذي ظهر بشكل مبهر من قبل المنظمين المصريين رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم لمكافحة وباء فيروس كورونا العالمي. وأفاد الموقع أن منتخب الفراعنة نجح في تحقيق انطلاقة مثالية بالفوز على تشيلي في الجولة الأولى من مونديال اليد في انتظار باقي مباريات المنتخبات في المسابقة. بداية قوية جدا لمنتخبنا منتخب اليد في بداية المشوار العالمي، إن شاء الله يتوج في النهاية بالميدالية الذهبية إن شاء الله بإذن الله. نعرف أكتر عن كواليس منتخبنا وعن الأجواء طبعا من خلال المهندس هشام نصر. المهندس هشام نصر رئيس طبعا الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس كمان اللجنة المنظمة لهذا التنظيم. مساء الخير يا فندم. أولا طبعا بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي، وكمان بنبارك لحضرتك لهذا التنظيم الرائع يمكن اللي أبهر كثير من الناس وكثير من الدول على حول العالم كله. بنقول لحضرتك مبروك الانطلاقة الرائعة لكأس العالم اليد، وإن شاء الله بإذن الله مصر تتوج بهذا الإنجاز أو بهذا الكأس الغالي إن شاء الله. الله يبارك فيك يا فندم، متشكرين للمتابعة البالية من النادي الأهلي. الحمد لله كان الافتتاح أكثر من رائع، وشرفنا طبعا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي. بصراحه بذل مجهود جدا عشان يحصل افتتاح زي ده يليق بسمعه مصر. الحمد لله انتهى على خير اليوم الاول، ما زالت الجهود بتبذل علشان ان شاء الله بقيه المباريات ان شاء الله تكمل على خير ان شاء الله. باشمهندس طبعا بنحييك وبنقول لك الف الف مبروك على هذا التنظيم الرائع، ويمكن حتى احنا شفنا يعني يمكن تفاصيل اكتر في التقرير، لكن عايزه حضرتك تقول لي عن هذا التنظيم استغرق وقت قد ايه. طبعا احنا بنتكلم عن ظروف برضو يعني استثنائيه، فاتكلمنا عن المده اللي اخذها يعني قبل انطلاق البطوله والتحضير لهذه البطوله. لا ده مده طويله جدا، احنا بقالنا اكتر من سنه بنشتغل على تنظيم البطوله مع كل شويه بيحصل تغيرات في المتطلبات بتاعه تنفيذ الاجراءات الصحيه. مثلا اكبر دليل موضوع الحضور الجماهيري،
من 50% ل 30% ل 20% لعدم حضور الجماهير اطلاقا بناء على على توصيات رابطه المحترفين الاوروبيين وتوصيه من الاتحاد الدولي. فطبعا الدوله استجابت لكل الطلبات دي لان الهدف الاساسي انجاح البطوله والمحافظه على صحه اللاعبين والجماهير وكده. فطبعا احنا كاتحاد مصري مثلا خسرنا سلاح مهم جدا للفريق اللي هو الجماهير، لكن مقابل كده نجاح البطوله وانها تخرج بالسلام هو ده نجاح البطوله. اي بطوله عالميه يبقى مقياس النجاح فيها هو النواحي الاقتصاديه التنظيميه الفنيه، لكن المره دي نجاح هذه البطوله هو الناحيه الصحيه. لو نجحنا صحيا بس عايز اقول مرفوضه في النقطه دي، هو الهدف الاساسي هو تقليل لا قدر الله الاصابات بتاعت الناس. لو وصلنا لنسبه 0% ده هيبقى انجاز كبير جدا طبعا، لكن الطبيعي في اكثر دول العالم تقدما بيحصل اصابه للاعبين وبيتم معاهم اجراءات. في الدوري بتاع ابطال اوروبا لكره اليد كان في لعيبه بتصاب، الترتيب معمول اصلا ازاي تتعامل مع الاصابات. لو حد لا قدر الله اصاب، عايز اقول لحضرتك ان كل الفنادق فيها يعني كل الاستعداد، غرف عزل، غرفه اشعه، معمل تحاليل، كل 48 ساعه جوه الفندق، جوه اقامه اللعيبه المنتخبات، جوه اقامه اللعيبه مع المنتخبات في كل فندق. الموضوع اكبر مما حد يتخيل، ما وراء الكواليس مجهود صعب جدا ومجهود كبير جدا. بشكر فيه وزاره الصحه، بشكر فيه اعضاء مجلس الاداره، بشكر فيه كل القائمين على تنظيم البطوله من اللجنه المنظمه من وزاره الشباب والرياضه. مجهود اكثر من رائع بصراحه. يعني باشا حضرتك كمان هو طبعا نظام الفقاعه الطبيه ده طبعا يعني اجراءات احترازيه على اعلى مستوى. كل الفرق الموجوده يعني اللجنه الطبيه بتقوم بمجهود اكتر من رائع، والمجهود ده بس مش الافتتاح، المجهود ده مستمر لنهايه البطوله ان شاء الله. عايز اكلم حضرتك على الاصرار والتحدي اللي يمكن في لو اتعرض هذا المحفل العالمي على كل دول العالم كان هيكون في اعتذار، لكن اصرار القياده المصريه واصرار كل القائمين على العمل الرياضي في مصر كانوا عندهم اصرار كبير جدا جدا لاقامه هذه البطوله في ظل ظروف صعبه. عايزين نعرف كمان من حضرتك الاصرار دوت، لان كمان النتائج بس مش على مستوى الاداء الرياضي، لكن نتائج اقامه هذه البطوله على ارض مصر بتدي رسائل للعالم كتيره جدا، وبتثبت مصر كل يوم انها قادره على يعني التحديات الكبيره. يا فندم يعني ايه كلمه انت متميز؟ صحيح، لو انت زيك زي بقيه دول العالم اللي لغت لاجلت وما عملتش بطولات واختارت الطريق الاسهل اللي هو الالغاء، لكن انت عشان تكون متميز لازم بتواجه كل التحديات بس بتاخد كل احتياطاتك. صحيح. بتورد العالم. اولا عايز اقول لحضرتك ولا الاجيال الحاليه ولا الاجيال السابقه عندها مانيوال لعمل بطوله عالميه في ظروف زي اللي احنا فيها دلوقتي. فانت بتبتكر حاجه جديده بتتميز فيها، بتتحدى الصعاب، بتكون رساله للحياه اللي يجب ان تستمر. لو قعدنا نوقف كل انشطه الحياه يبقى الصراحه تبقى عظيمه جدا يعني، لكن احنا بندي رساله لكل الدول اللي عندها بطولات انها تقدر تاخد الكونسيبت اللي عملته المصري والجرأه اللي عملته الدوله المصريه. صحيح. ممكن تحقق نجاحات كتير ان شاء الله. حقيقي دي كانت رسالة اللي حضرتك قلته ده يا باشمهندس، ان انت لو لغيت او تم حتى ارجاء البطوله ما كانش حد هيعاتبك ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه، لكن انت النهارده بتمشي فوق الصعاب وبتتخطاها كمان. هو ده التميز يا فندم. القيادات اللي هي اخذت القرار ودعمته بكل قوه، فالحمد لله يا رب يكللها بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا باشمهندس. خلينا نتكلم كمان على انطلاقه منتخبنا بقوه امام المنتخب التشيلي وفوزه بفارق 6 اهداف.
الشكل الفني للبدايات، دايما البدايات بتكون يعني بدايات حذره شويه وبدايات هامه جدا لكل المنتخبات. شايف حضرتك، وانا عارف ان حضرتك دلوقتي متواجد كمان في احدى الصالات بتتابع احدى المباريات كاس العالم، لكن كلمنا رؤيتك، رؤيتك في بدايات وانطلاقه كاس العالم لليد للمره 27 في مصر، انطلاقه فنيه شكلها عامل ازاي؟ هو هكون صريح مع حضرتك، انا لسه يعني مش راضي قوي عن الاداء رغم ان احنا كسبنا واتكلمت مع اللعيبه واجتمعت معاهم، لكن برضه بلتمسهم العذر حكم بدايه البطوله، زائد احنا بصراحه الاعداد ما كانش بالصوره كما يجب. طبعا كلكم عارفين ظروف عدم السفر والمعسكرات والاحتكاكات الكبيره اللي كنا المفروض نعملها، لكن هذا لا يمنع ان هم بذلوا مجهود كبير جدا، معاهم مدرب كويس جدا. انا متاكد ان شاء الله ان مستواهم كل مباراه عن مباراه هيطلع، انا اثق فيهم جدا، لعيبه ممتازه حققوا قبل كده بطوله افريقيا وتاهلوا للاولمبياد مباشره، عندنا ثقه كبيره فيهم جدا، هم محتاجين دعاكم ودعم معنوي مننا ان شاء الله، وان شاء الله هنحقق حاجه كويسه ترضي الشعب المصري ان شاء الله. أكيد 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 طبعًا. أنا عايز أتكلم طبعًا عن إحنا في النهارده اثنين من المنتخبات، منتخب أمريكا ومنتخب تشيك اللي إحنا المفروض كنا نقابله في مجموعتنا المجموعة السابعة باشمهندس، تم طبعًا يعني التحفظ على يعني اعتذارهم عن اللعبة أو البطولة لاكتشاف طبعًا عدد من الإصابات بفيروس كورونا في منتخباتهم، فكلمنا عن اللي حصل ده برضو لأن الصحافة اتكلمت ومواقع طبعًا وكالات الأنباء العالمية اتكلمت، فعايزين حضرتك تكلمنا عن ده وتوضحه اكتر للساده المشاهدين. الاتحاد الدولي بقياده الدكتور حسن مصطفى كان جاهز لكل هذه الاحتمالات وكان مجهز خمس منتخبات ستاند باي حال اعتذار اي منتخب بسبب الكورونا هيجوا يشاركوا في البطوله، وده اللي حصل فعلا. احنا انا حاليا في الصاله بتفرج على فريق مقدونيا مع السويد، فريق مقدونيا اللي دخل في مجموعتنا مكان التشيك وبيلعبوا اهو مباراه قدامنا، فريق سويسرا اللي دخل مكان امريكا جه من المطار على الملعب وكسب المباراه فعلا. فكان الاتحاد الدولي بصراحه احييه، يعني هو كان جاهز لكل الاحتمالات والفرق لبت على طول المجيء للبطوله، واكتمل عقد الفرق 32 فريق موجودين حاليا في مصر، والمباراه اهي الحمد لله العجله دارت، فجينا شغالين ان شاء الله ربنا يتم على خير. ده كان مهم جدا ان كل عاملين حسابكم على كل الاحتمالات، وده كان اشتغلت بشغل احترافي بشكل كبير جدا جدا. خلينا اتكلم كمان عن رساله توجهها كمان لمنتخبنا، وخاصه اعتقد ان المباراه الاصعب لسه هي مباراه منتخب مصر مع منتخب السويد في نهايه ان شاء الله المجموعات، لكن كلمنا او حضرتك رساله للاعيبه منتخب مصر ان شاء الله رساله تحفيزيه تقول لهم ايه مع طبعا بدايات انطلاق هذه البطوله. اقول لهم انتوا ثمره المجهود اللي اتبذل ده كله، لو تم ان شاء الله تحقيق نتيجه طيبه ان شاء الله الجماهير المصريه كل تعب ده هيروح. انا متاكد ان هم كل مباراه، المباراه الجايه مع مقدونيا ان شاء الله والمباراه اللي بعديها اخذ المجموعه، واحنا بنحاول ان شاء الله نلعب على اول المجموعه، يبقى ده اول خطوه بنحققها، ربنا يسهل ان شاء الله ونطلع الدور اللي بعده ولا كل حدث حدث ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا باذن الله ونوصل كمان لابعد نقطه، وطبعا كل جماهير يعني كل الشعب المصري ورا فرقته، وان شاء الله نشوف ان شاء الله منتخبنا في المباراه النهائيه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك باشمهندس هشام نصر، طبعا رئيس الاتحاد المصري لكره اليد ورئيس اللجنه المنظمه لهذه البطوله. عايزين نشكر كمان سيد حسن مصطفى طبعا، رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، وهذا التنظيم المشرف طبعا والاكثر من رائع، علشان تخرج الصوره المشرفه ديت اللي ظهرت بالامس ومكمله لحد 31 يناير الشهر، انها تظهر بصوره ولا اروع. وانت بتتكلم النهارده في يعني 32 منتخب، اول مره ده يحصل في هذه اللعبه في هذه البطوله تحديدا. صحيح. اول مره، فعايزين نشكرك شكرا جزيلا مره اخرى، وكل التوفيق لمنتخبنا، كل التوفيق لاسم مصر، وان شاء الله يتوج بهذه البطوله. يا رب. البدايه يعني مبشره
يعني طبعا احنا عندنا لعيبه محترفه كمان، عندنا 6 أو 7 لعيبه محترفه على مستوى عالي جدا. لكن طبعا احنا لسه في الادوار اللي جايه هنقابل منتخبات اقوى على المستوى الفني. طبعا السويد في مجموعتنا من اقوى المنتخبات. الدور الثاني ان شاء الله باذن الله كمان هيبقى دور الثمانيه دور قوي جدا، لكن احنا كلنا ثقه في منتخبنا طبعاً. لان يعني في مزيج حلو قوي، احنا منتخبنا تامن العالم كمان، واخد ثالث العالم الأول على منتخب في أفريقيا. الاول طبعا على المستوى الافريقي، لكن على المستوى العالمي منتخب الناشئين هو كان بطل صحيح. كاس العالم. فعندنا خبرات، عندنا اولاد صغيرين، فان شاء الله كل المزيج دوت ومدير فني كمان قوي جدا ان شاء الله ربنا يوفقهم. معانا كمان على التليفون استاذ جمال الزهري. مساء الخير يا استاذ جمال. مساء الخير يا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام يا كابتن سيام. اهلا بيك يا استاذ جمال. حضرتك يا فندم. استاذ جمال عايز اسالك سؤال. اتفضلي يا فندم. العنوان او المانشيت اللي انت تكتبه النهارده عن البطوله دي ايه؟ شوفي يعني المانشيت المهم جدا اللي هو بيلخص يعني كل حاجه ان مصر تبهر العالم، اوفت بالوعد في الزمن الصعب، يعني في زمن الكورونا قدرنا ان احنا ننظم هذه البطوله رغم ان كان في ناس كتيره طبعا اصحاب مصالح يعني كانوا بيشككوا في امكانيه اقامه البطوله في ظل هذه الظروف الصعبه. حضراتكم عارفين العالم كله متوقف تماما بسبب الكورونا، وفي بطولات كبرى يمكن على راسها طبعا الاولمبياد طوكيو، كل ده اتاجل، ولذلك كان مهم جدا. يعني انا التقيت بالدكتور حسن مصطفى من حوالي اسبوعين، اكد لي تماما ان البطوله ستقام في موعدها، وزي ما قال الكابتن هشام دلوقتي كان معمول حساب الفرق اللي هتتخلف لاي سبب من الاسباب، كانت البدائل موجوده. وهنا برضو لازم اتفق معاكم ان احنا نشيد بالدور الكبير جدا اللي لعبه الدكتور حسن مصطفى طبعا كمصري، مش بس كرئيس للاتحاد الدولي وتعاونه الكامل مع طبعا اللجنه العليا ومع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. يعني الحقيقه هي منظومه عمل متكامله نجحوا خلالها ان هم يقدموا لنا البطوله في الميعاد المظبوط جدا بدون اي تغيير او تاخير. طبعا اضافه او في الاساس كان حضور طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هو مهم جدا، واعتقد ان ده كان ضمانه برضو كبيره اهتمام الدوله المصريه بانجاح هذه البطوله. صحيح، يمكن حماس الدكتور حسن مصطفى ومعاه طبعا كل القائمين على منظومة كرة اليد العالمية، ده نعم. لقاها سبورت واضح جدا ومساندة أكتر من رائعة من الحكومة المصرية طبعا على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان سيادة الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بناء كمان ان هو كان لعيب كرة يد، وبالتالي كان في إصرار زي ما حضرتك بتقول يا أستاذ جمال ان احنا رغم الصعوبات هذه البطولة تقام، وكمان تقام بشكل اكتر من رائع من افتتاحيه رائعه. شفت الافتتاحيه ازاي يوم افتتاح البطوله استاذ جمال؟ كانت الحقيقه رائعه من جميع الوجوه يا كابتن هاني، سواء من ناحيه حفل الافتتاح اللي هو الحفل الفني، برضو تالق واضح جدا للفنان تامر حسني ومروان، وكان في نوع من انواع الشغل يعني كان بحب شديد والجميع عاوز ينجح البطولة، غير طبعا الاحتفالية نفسها كانت رائعة، والتصوير والإخراج يعني وعثمان أبو لبن طبعا وجاله تحية والعروض الفنية كمان يا أستاذ سيام طبعا اللي تقدمت. يعني الحقيقة إنه ده برضو اللي بيرجعني دايما أقول إنه ما كانش فيه لحظة في تردد في إقامة الحدث. من الدي وان، من أول يوم تصدينا فيه لتنظيم هذه البطولة لم نفكر ولم يفكر أحد في الدولة المصرية ككل في أن البطولة تؤجل، لأنه برضو لازم نقول أن هناك كثير من المتربصين اللي كانوا بيراهنوا على أننا مش هنقدر نعمل ده،
بعد كده برضو الإجراءات الاحترازية كابتن هاني صحيح. مهمة جدا أكيد. يعني أنه اللعيبة شبه معزولين تماما عن أي محيط خارجي بيتحركوا، يعني زي ما قال في أحد المنظمين مش ناقص غير أنه يبقى فيه مستشفى جوه الأوتوبيس، يعني المكان الوحيد اللي مفيهوش عيادة أو دكتور جوه الأوتوبيس، ولكن الكل بيتحرك داخل ما سمي بالفقاعة، كبسولة فقاعة طبية طبعا أكيد يعني أو الكبسولة دي صحيح. الكل الحقيقة أشاد بيها لدرجة أن إحنا قرينا تقارير عالمية أنه هيتم الاستفادة من هذه التجربة الناجحة جدا في بطولات كبرى تصل إلى الأولمبياد نفسه، يعني نفس التجربة ستنقل، ومش عيب أبدا أن الدول بتنقل عن بعضها. احنا نقلنا مثلا من روسيا في كاس العالم نظام التذاكر والدخول اللي هو عملته شركة تذكرتي الوطنية المصرية، وقدرنا ان احنا نكرر التجربة بشكل اكثر من ناجح. يعني اكيد ان شاء الله مصر دايما بتقدم نماذج ناجحة، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا كمان ولكرة اليد، خاصة ان شعبية كرة اليد شعبية كبيرة، ودايما بنقول ان البطولات العالمية بغض النظر عن المكاسب الرياضية، لكن أنا بأكد لحضرتك كمان النقطة اللي بتقول عليها، لأن احنا عارفين الفرق الأوروبية والأسيوية اليابان كل اللعيبة عندها ارتياحية كبيرة جدا، ولو كان في أي تقصير صغير انت عارف الفرق ديت أو الناس دي ما بتستناش، أكيد كانت هتبقى فيها علامات استفهام موجودة، لكن لغاية دلوقتي الحمد لله كل الأمور ماشية بشكل أكتر من رائع. نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا والوصول لأبعد نقطة بإذن الله. وده أهم حاجة طبعا يا كابتن، إن هو الفريق نفسه نقدر نقول ان هو عبارة عن مزيج من اصحاب الخبرة صحيح. قيادة احمد الاحمر والمنتخبين اللي حضرتك اشرت ليهم، اللي هم منتخب الشباب ثالث العالم ومنتخب الناشئين صاحب الميدالية الذهبية طبعا، فده كله بالاضافة طبعا للسبع لعيبة المحترفين. اعتقد ان احنا عندنا خبرات نقدر بيها ان شاء الله لعيبتنا يقدموا لنا عروض كويسة جدا جدا، وإن شاء الله نرتقي في الترتيب العالمي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا، والشكر شكر جزيل لحضرتك أستاذ جمال الزوري، دايما دايما متعنا ومستنينك في البيت الكبير إن شاء الله. إن شاء الله قريبا نكون معاكم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كابتن، شكرا أستاذ. شكرا ليك. مش عايزين كمان طبعا ننسى الدور الكبير اللي بيقوم به الدكتور أشرف صبحي، فعلا وزير الرياضة بيقوم بدور أكتر من رائع، بس مش اهتمامه بكرة القدم لكن على جميع المستويات. دكتور أشرف صبحي بيتابع حتى يعني موجود في الافتتاح وبيتابع أعتقد كل المباريات المتاحة على استاد القاهرة في 6 أكتوبر في 4 صالات بيقام فيها. فكل الشكر كمان للدكتور أشرف صبحي على هذا المجهود الرائع اللي بيقوم بيه، وده عهدنا دايما بيه الدكتور اشرف. وزارة الصحة طبعا، أكيد طبعا دكتور هلا زايد يعني كل الناس بصراحة، وطبعا ومجلس الوزراء طبعا يعني أكيد. أكيد. وكل الشكر، وان شاء الله بقى يعني ان شاء الله يعني منتخبنا فعلا يحقق نتيجة إيجابية، واحنا كلنا يعني متفائلين الحقيقة ان فعلا يعني حقق رقم إيجابي في هذه البطولة ان شاء الله بإذن الله. طيب نروح بقى لفرقتنا والنادي الأهلي. طبعا فريق النادي الأهلي زي ما احنا عارفين عنده مباراة مهمة جدا يوم الأحد اللي جاي ان شاء الله أمام فريق البنك الأهلي، ده طبعا في إطار منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز. الأهلي إن شاء الله بإذن الله بيرجع للتدريب بكرة بعد ما خد راحة النهاردة، بيرجع من التدريب يرجع للتدريبات تاني، وطبعا بعد المجهود الرائع وخاصة في الشوط الثاني أمام الإنتاج الحربي بيحقق رباعية مقابل هدف، كانت مباراة جيدة جدا، والنادي الأهلي بيظهر تاني وجهه الحقيقي في الشوط الثاني. نتمنى إن شاء الله المباراة الجاية أمام البنك الأهلي مباراة مش سهلة، خلاص احنا عارفين في الدوري وخلال إن شاء الله مناقشتنا مع الكابتن رمضان السيد الدوري السنة دي قوي جدا جدا، في مفاجآت كتيرة جدا طبعا، كل المباريات مباريات ليها ألف حساب. البنك الأهلي أكيد معاه مدير فني كبير كابتن محمد يوسف أحد أبناء النادي الأهلي، كمان بيقدم نتائج جيدة من خلال الدوري، هتكون مباراة مهمة جدا، لكن النادي الأهلي إن شاء الله بيستعد لها بشكل أكتر من رائع. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله. وإحنا بقى بنتكلم النهاردة في قلب الميركاتو الشتوي في مصر والعالم كله، يمكن
عايز اتكلم على واحد من اهم اللعيبه اللي ضمهم النادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه، وهو اللاعب المميز حمدي فتحي. حمدي نجم وسط الفريق، والحقيقه انه تحديدا النهارده بيكون عدى سنتين كاملين على حمدي في صفوف الاهلي، عشان هو يمكن انضم زي النهارده 13 يناير 2019، كان جاي من انبي في عقد مدته 4 سنين ونص، ومن وقتها وهو واحد من اهم اللعيبه اللي اصبح لا غنى عنه الحقيقه في تشكيله الفريق. البدايه مع حمدي فتحي الحقيقه، وجت على غير المتوقع سنه الحقيقه، بعد ما تقريبا يعني يمكن اتحسد شويه، تعرض لاصابه شويه طبعا في الرباط الصليبي، وغاب يمكن 9 شهور او حاجه زي كده، بعد طبعا ما كان بيعيش افضل يمكن قدراته الفنيه في الملعب مع منتخب مصر، لكن وكمان يمكن سجل في مباراتي كمان بتسوانا ومستوى وليبيريا طبعا على مستوى المنتخب، لكن طبعا ما شاء الله من بعد ما رجع حمدي وهو لاعب اساسي في التشكيله ولا غنى عنه زي ما قلت، وقدر فعلا ان هو يفرض تواجده ويلعب في اكتر من مكان ويكون جوكر جديد للفرقه، فكان لاعب وسط مدافع، لعب في فتره صعبه مش يعني من مسيره الاهلي الموسم اللي فات لو تفتكروا حضراتكم، في مركز كمان قلب الدفاع كتير جدا جنب ايمن اشرف لما كل المدافعين في الفريق كانوا متصابين. الحمد لله النهارده بيرجعوا حمدي فتحي رغم صغر سنه، قدر انه يفوز مع الاهلي ببطولات كتيره جدا لغايه دلوقتي، ففاز بالدوري الممتاز 3 مرات، فاز بدوري ابطال افريقيا، فاز بكاس مصر وكاس السوبر الافريقي، وقدر كمان انه يفرض نفسه على يعني في الملعب بشكل كبير جدا طبعاً، ويثبت جدارته بشكل عالي جدا جدا في وقت برضه قصير جدا. ف طبعا حمدي فتحي لعيب مميز، يعني لعيب من اول ما جه النادي الاهلي، ويمكن بدايته كانت مع احنا عارفين جاي من انبي، لكن سريعا خلي بالكم اللعيبه المميزه ديت، وجماهير النادي الاهلي بتحس باللعيب المميز وبتحس باللعيب اللي بيقدر الكيان واللي بيقدر المكان اللي هو بيلعب فيه. حمدي فتحي يمكن استضفناه اكتر من مره هنا في البيت الكبير، لعيب مهذب جدا، لعيب هادي، لكن شخصيه قويه جدا في الملعب على المستوى الدفاعي على المستوى الهجومي. حمدي فتحي من اللعيبه كمان اللي اعتقد ان شاء الله هيكونوا هيقعدوا سنين طويله في النادي الاهلي، لان في شخصيه النادي الاهلي عمره ما عمل مشكله، صوته مش عالي، دايما بيأدي دوره يعني باقصى مجهود. فحمدي فتحي من اللعيبه المميزه، ونتمنى له طبعا استمرار التالق مع النادي الاهلي وحصد الكثير من البطولات. كمان في خبر حلو كمان النهارده لجماهير النادي الاهلي ممثل في ان خلاص نجمنا الكبير عمرو السوليه بيتم تجهيزه. عمرو السوليه طبعا بيعود ان شاء الله قريب جدا لمباريات الفريق بعد ما طبعا غاب فتره طويله جدا بسبب اصابه فيروس كورونا. كمان بيدرس مستر موسيماني المدير الفني انه بيدفع بعمرو السوليه يمكن في جزء من مباراه الفريق اللي جاي امام البنك الاهلي، انتوا عارفين المباراه يوم الاحد، ده طبعا على حسب موقف الفرقه فنيا داخل الملعب، وكمان على حسب جاهزيه عمرو السوليه. عمرو السوليه غايب بقاله فتره، يعني من بعد مباراه سوني ديب هو غايب فتره طويله شويه بسبب فيروس كورونا، اكيد تجهيزه على المستوى البدني ممكن ياخد وقت شويه، لكن افضل تجهيز للعيب هو ان هو كمان ياخد جزء من المباراه. يمكن ده شفنا موسيماني عنده استراتيجيه كده مختلفه شويه، انه بيحاول يبقى عنده اكبر عدد من اللاعبين جاهزين بشكل كبير جدا. عمرو السوليه بيتجهز بشكل بدني دلوقتي، خاصه انه من اللاعبين زي ما عارفين اللاعبين المؤثرين. عمرو السوليه كان بيقدم مستويات رائعه قبل طبعا الاصابه على المستوى الدفاعي، كنا بنتكلم مع اليو ديانج، بنتكلم على عمرو السوليه، حمدي فتحي، ثلاثه كانوا بيأدوا بقوه وبيأدوا اداء اكتر من رائع. ان شاء الله عوده عمرو السوليه لصفوف وخط وسط النادي الاهلي تكون ان شاء الله كمان اضافه لفرقتنا اللي احنا محتاجين كل لاعب ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. طبعا عمرو السوليه لاعب مؤثر، ويمكن النهارده بيرجع فعلا للتدريبات، لكن المباراه طبعا وعلى حسب امكانيه سيرها، فده يحدد نزوله الملعب من عدمه اكيد. صحيح. نروح لاخبارنا العالميه سريعا، ونبدا بمحمد صلاح. محمد صلاح النهارده يمكن بيكون متواجد ضمن قائمه المقدمه في الارقام الارقام العالميه الكبيره جدا. النهارده احدى اكبر مؤسسات العالم في الدراسات الاقتصاديه عملت دراسه عن القيمه السوقيه للعيبة، فحطت محمد صلاح نجم مصر طبعا وليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، وبلغ قيمته التسويقية كام بقى؟
122.2 من 10 مليون يورو، بيتفوق على ميسي، بيتفوق على رونالدو في الدراسة دي، وما سبقوش بس غير مبابي نجم باريس سان جيرمان 200 مليون يورو. فرقم طبعا كبير جدا. وستيرلينج طبعا ده نجم المان سيتي ب 132 مليون يورو، سانشو نجم دورتموند الألماني ب 130 مليون يورو. طبعا محمد صلاح يمكن خلال السنوات اللي فاتت كل يوم بيثبت انه يعني لاعب عالمي. الفاليو بتاع محمد صلاح تفتكروا كمان من سنتين كان اكبر من كده. هو عامل السن كمان بيخش، غير العامل الفني اكيد له دور كبير جدا، لكن كمان عامل السن. محمد صلاح لسه صغير يعني، تم 28 سنه، لكن القيمه التسويقيه اللي يبقى رابع يمكن اغلى لاعب في العالم ده يمكن من سنوات مش بعيده ما كانش حد ممكن يتصور ان يكون عندنا لاعب مصري بهذه القيمه. كل التوفيق لمحمد صلاح ان شاء الله، يا اما استمراره ليفربول او يعني ترانسفير يكون على الدوري الاسباني. هنشوف طبعا محمد صلاح والرحله الرائعه الاحترافيه بشكل اكتر من رائع، ربنا يوفقه. نروح بقى من محمد صلاح لنجم اخر طبعا، هازارد، ايدن هازارد طبعا نجم المنتخب البلجيكي، طبعا لاعب ريال مدريد، اختير النهارده ايقونه لكره القدم البلجيكيه في ال 25 سنه الاخيره. هازارد طبعا اللي 125 سنه في ايقونه، يعني كل خمس يعني بيعملوا كل 100 سنه بيعملوا حاجه زي كده. هازارد طبعا من اللعيبه المميزه جدا، وكانت التصويت اكتسح التصويت، يعني هو اختاروه كيعني كقائد للفريق. وهازارد عارفين كان طبعا بدا مشواره كمان وهو صغير جدا جدا مع المنتخب البلجيكي، كان اول مره يلعب في 19 نوفمبر سنه 2008. الماتش ده كان امام لوكسمبورغ، كان عمره 17 سنه بالظبط، 17 سنه و316 يوم، يعني لعيب صغير بيشارك مع منتخب بلاده. وانتوا عارفين المنتخب البلجيكي من المنتخبات الكبيره في اوروبا، بيشارك في منتخب بلاده وعنده 17 سنه، ده اكيد طبعا بيدل على موهبه كبيره. حصل على اكبر عدد من أصوات المشجعين البلجيكيين للفوز بجائزة أيقونة ال 125 عام الأخيرة. ده هازارد، طبعا من اللعيبة المميزة جدا جدا في الكرة البلجيكية. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن أيقونة كرة القدم البلجيكية إيدن هازارد. اختير إيدن هازارد قائد المنتخب البلجيكي ولاعب ريال مدريد أيقونة لكرة القدم في بلاده في 125 عاما الأخيرة. حصل هازارد الذي دافع عن قميص الشياطين الحمر لأول مرة في 19 من نوفمبر 2008 أمام لوكسمبورغ، وكان عمره 17 عاما و316 يوما، على أكبر عدد من أصوات المشجعين البلجيكيين للفوز بجائزة أيقونة 125 عاما الأخيرة. وحصل لاعب ليل وتشيلسي السابق على 10.6% من الأصوات، متقدما على الدولي السابق ومدرب أندرلخت الحالي فينسنت كومباني ب 9.4%، وكذلك لاعب وسط مانشستر سيتي الدولي كيفن دي بروين ب 9.1%، والذي حل ثالثا. وفي المركز الرابع جاء يان كويلمنس لاعب بروغ الأسطوري، الذي امتدت مسيرته من عام 1974 وحتى عام 1992. يليه في المركز الخامس بول فان هامست مهاجم أندرلخت الدولي، الذي امتدت مسيرته بين عامي 1959 و1977. واكتملت قائمة العشر الأوائل بمهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو في المركز السادس، ثم اللاعب والمدرب الراحل جاي ثيس سابعا، يليه مدافع ميلان السابق والمدرب الحالي إريك جاريتس في المرتبة الثامنة. واختتم العشرة الأوائل كل من حارس مرمى بايرن ميونخ السابق بين عامي 1982 و1988 جان ماري بفاف، ثم لاعب كرة القدم السابق والمدرب ريموند غوثلز. اتحسد من ساعة ما راح ريال مدريد هازارد، يعني انت كنت مكسر الدنيا بقالك 7 سنين في تشيلسي في انجلترا،
ويمكن حتى هو كان عيد ميلاده أول امبارح وما تمناش غير أمنية واحدة في 2021، قال لك أتمنى أن الإصابات تبعد عني. لأن هو فعلا فعلا يمكن سوء حظه جاي من سوء الإصابات اللي بتعرض لها مع ريال مدريد، فهي قدام يا ابني. بس لا بس هو لعيب كبير طبعا، واعتقد اعتقد في الفترات اللي جايه يعني هو طبعا زيدان يعتمد عليه بشكل بتحسن. كبير، ولكن هو لعيب كبير. يمكن اداؤه في تشيلسي اتغير شويه، في ريال مدريد الضغوطات كبيره، بنتكلم مش ضغوطات، هو لعيب كبير ويتحمل الضغوطات، لكن كان الاصابات عامل مهم جدا في ضعف مستواه. دي حقيقه. نروح بقى النهارده المجلس الانتخابي بنادي برشلونة، النهاردة بيعلن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة النادي الكتالوني. القائمة دي ضمت 3 أسماء بس. نادي برشلونة قال النهاردة في بيان رسمي له بعد طبعا عملية التحقق من صحة التوقعات المقدمة، بيعلن المجلس الانتخابي أنه المرشحين الرسميين خوان لابورتا، فيكتور فونت، وتوني فريسكا. طبعا لابورتا رئيس برشلونة السابق كان صاحب أكبر عدد من التوقعات الصحيحة بواقع 9625، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه فيكتور فونت ب 4431 بطاقة أو صوت. توقعات طبعا صحيحة. يعني لابورتا خلي بالك، يمكن الخبر دوت لو كومان سمعه هيزعل جدا رونالد كومان، لان لابورتا مع قدوم كومان للاداره الفنيه لبرشلونه ما كانش من اختياراته، وقال ساعتها فعلا انا لو هبقى رئيس النادي مره تانية. خلي بالك هو قعد 7 سنين في برشلونه وكان قضى فتره قويه جدا جدا لبرشلونه، فقال لك لو هرجع تاني لاداره النادي على مستوى الرئاسه اول حاجه اعملها همشي كومان، وحتى لو كان محقق الثلاثيه. فاعتقد ممكن مع فوز لابورتا اعتقد ممكن يكون في بعض المفاجات على المستوى الفني لبرشلونه، وخاصه على الاداره الفنيه يعني اداره كومان ليها. طيب النهارده كمان لجنه الاستئناف بالاتحاد الاسباني لكره القدم بتثبت عقوبه ميسي وبرشلونه، طبعا بسبب حضراتكم فاكرين ان ميسي طبعا احتفاليه ميسي ورفع القميص او التيشيرت بتاعه وتأبين طبعا الاسطوره رونالدو، تم تغريم ميسي ب 600 يورو وتغريم برشلونه ل 180 يورو. ارقام طبعا يعني، لكن هي بتدل على النظام، ان في نظام معين، ورغم ان يمكن برشلونه حاولت تستأنف على العقوبه نظرا ان ميسي كان بيهدف لتكريم احد اهم اساطير كره القدم في تاريخ كره القدم طبعا مارادونا، لكن طبعا الاتحاد الاسباني وزي ما بقولنا دايما القوانين بتتحط وهي بتطبق بشكل صارم على جميع الأندية وعلى جميع النجوم مهما كمان كبر اسم النادي أو اسم النجم. طبعا النهاردة يمكن بعد ما تم تحديد خلاص يوم 24 يناير اللي جاي علشان تجرى انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، فطبعا حصلت تطورات في الإجراءات الاحترازية يعني بهدف أو بتهدد إقامة الانتخابات في الموعد ده. يمكن المنطقة إقليم كاتالونيا تحديدا يمكن مد القيود اللي بتحضر على الناس ان هي تغادر منازلهم ومناطقهم، سواء بقى للعمل، سواء ان انت تروح تدرس، او اي مكان هتروحه، او اي اسباب طبيه عندك من يوم 17 ليوم 24، وهو ده اليوم المحدد لاجراء فيه هذه الانتخابات. فخوان لابورتا تحديدا المرشح لرئاسه نادي برشلونه طبعا باستثناء اعضاء برشلونه من وعدهم تقريبا يعني طلب غير طبيعي، طلب غير واقعي، انه بيستثني 110,000 عددهم 110,000 بتتكلمي على عدد كبير جدا، ويمكن زي ما بقول لك لابورتا مستعجل قوي على يعني هو عارف ان فارق الاصوات لصالحه، لكن مستعجل بشكل كبير. طبعا في اجراءات احترازيه في اسبانيا وفي العالم كله، لكن يعني انا في اعتقادي الشخصي اكيد هيتم تاجيل هذه الانتخابات نظرا طبعا لظروف كورونا اكيد. طيب يعني حضراتكم عارفين واللي متابع ان كان في مفاجاه مضويه في خلال اليومين اللي فاتوا على مستوى كاس المانيا. البايرن بطل اوروبا وبطل يعتبر بطل العالم في كاس العالم للانديه، خرج عن طريق فريق من الدرجه الثانيه، فريق كيل خرج البايرن. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن البايرن كان بكامل صفوفه، شايفين مولر بنتكلم على كل نجومه، وليفا كان بيلعب، كل الناس كانت موجوده بعد التعادل 2-2 مع كيل واحد انديه الدرجه الثانيه. ولسه كنا بنتكلم مع حضراتكم يمكن عارفين عمر مرموش وانتقاله لنادي
سان باولي. وعلى فكره عمر مرموش احرز هدف في النادي اللي يمكن احرج ريال بايرن ميونخ واخرجه من كاس المانيا بعد طبعا التعادل 2-2. ما قدرش كمان البايرن يفوز بركلات الترجيح وخسر المباراه وخرج من الدور الثاني. يعني حضراتكم شايفين ضربات الجزاء وطبعا فريق كيل طبعا من الفرق زي ما قلت لحضراتكم فريق قوي جدا رغم وجوده في البوندز ليجا 2، لكن فوز كان يعني كان مفاجأة كبيرة جدا جدا مش بس في ألمانيا على مستوى العالم كله، خروج بايرن من الدور الثاني لكأس ألمانيا عن طريق فريق يعتبر فريق من الدرجة الثانية. لكن بفكر حضراتكم كمان عمر مرموش المصري اللي كان بيلعب في فولسبورغ راح طبعا سان باولي، والأسبوع اللي فات قدر يحقق مكسب ويكسب أو يحرز هدف أمام هذا الفريق. فطبعا زي ما بنقول الكرة ملهاش كبير حتى على مستوى الـ 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 على مستوى الـ 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 الكرة العالمية. شفاينشتايجر طبعا ده أحد أساطير الكرة الألمانية طبعا وكان نجم البايرن، يمكن قال ووبخ شوية مدربه مدرب البايرن طبعا فليك وقال إن كل الفرق أكيد ممكن تمر ببعض المشاكل، لكن طبعا المشاكل اللي بيمر بيها طبعا سباستيان شفاينشتايجر ده طبعا لعيب كبير جدا، وقال ان دفاع بايرن يعني مش ده الدفاع اللي ممكن يكون على مستوى عالمي. يعني بيقول ان طبعا الدفاع في حاله سيئه جدا وان يمكن خروج البايرن من كاس المانيا جرس انذار لفليك علشان يصلح من اخطائه وخاصه على الجانب الدفاعي. طيب احنا لسه في المانيا واخر خبر معانا من انترلخت الالماني. انترلخت النهارده يمكن بيتكلم عن التوقيع مع المهاجم الصربي لوكايفيتش نجم ريال مدريد طبعا الاسباني. يوفيتش خلاص عاد لنادي انترلخت فرانكفورت لمده 6 شهور على سبيل الاعاره، وهو النادي طبعا اللي شهد تالقه قبل كده من سنتين تحديدا قبل ما ينتقل لريال مدريد ويفشل في المشاركه بشكل اساسي بنسبه كبيره جدا. يوفيتش ممكن يكمل كمان مع نادي انترلخت فرانكفورت بعد ما تنتهي الاعاره زي ما قلنا 6 شهور لو استمر زين الدين زيدان طبعا مدير فني لريال مدريد. يا كابتن هاني صحيح يمكن يمكن اعتقاد الشخص ممكن جدا يكمل في نفس في فرانكفورت، لان انتر فرانكفورت ده من الانديه كمان الكبيره وهو كان موجود فيها وتالق بشكل كبير جدا جدا، قعد سنتين في هذا النادي وبسبب تالقه راح لريال مدريد. لكن طبعا يعني عدم اقتناع زيدان بهذا المستوى يمكن رجع تاني على سبيل الإعارة. طبعا بكده يكون طبعا خلصت فقرتنا وفقرة الأخبار أو الانترو بتاعنا. إن شاء الله بعد الفاصل الكابتن الكبير رمضان السيد في البيت الكبير. معدنا مع واحد من ألمع نجوم النادي الأهلي ونجوم الكرة المصرية الحقيقة، لاعب متميز ومدرب قدير مشرفنا طبعا يعني في البيت الكبير مش أول مرة يشرفنا، مدير الفني لبلدية المحلة اللي لسه جاي من المحلة على يعني على البيت الكبير عدل. ما هو بيت كبير. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سلامة. الله يخليك يا هاني. منورنا يا كابتن، دايما بنتشرف بوجود حضرتك معانا، قامة كبيرة جدا. الله يخليك. مدرب قدير، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في المهمة إن شاء الله. المهمة الصعبة لكن أنت قدها وقدودك. ربنا يكرم إن شاء الله. كابتن رمضان إن شاء الله من خلال فقرتنا هنتكلم على الدوري المصري بصفة خاصة وهنتكلم على رؤية الفنية للدور المصري. يمكن بدايات الدور المصري السنة دي مختلفة كتير جدا عن أكيد. بدايات كتيرة في السنين اللي فاتت. قبل ما نسمع مع حضرتك هنشوف تقرير. وما فيش مباراة سهلة في الدوري، مش معنى انه البنك الاهلي يعني حديث الصعود للدوري الممتاز يبقى المباراة اللي جاية امام الاهلي فنقدر نقول عليها سهلة ولا لا. اكيد مش سهلة كابتن رمضان. الحقيقة الموسم ده بادئ بالحقيقه اولا يعني حتى الانديه الصاعده يعني عاملين موازنات بتفوق انديه كبيره كمان في جوه المسابقه. يعني موازنه مثلا سيراميكا، موازنه بنك اهلي بتفوق مثلا انديه شعبيه اسماعيلي، اتحاد، فرق كتيره الحقيقه. فعشان كده المسابقه قويه جدا، بادئه قويه جدا. وما فيش مثلا كان الفرق الصاعده ثلاث فرق الصاعده يعني كنت بتقول ايه لا دي فرقه لسه صاعده ومش عارف ايه، لا ده في نديه قويه جدا الحقيقه اول يوم. طبعا وخلينا ناخد من يمكن المباراه اللي خلصت يمكن من ساعات قليله
فوز فريق الجونه على الفريق الاتحاد السكندري 2-0 ووصول الجونه للمركز الثالث وبرصيد يمكن 7 مباريات بعامل 15 نقطه. ده كمان من المفاجآت، خلينا نتكلم عن مفاجآت الدوري خلال السبع الاسابيع، يكون الجونه اللي كان بيعاني السنه اللي فاتت من يمكن صراع الهبوط وصل للمرتبه الثالثه يعني. بالظبط، اعتقد ان الجونه الحقيقه عامل بدايه رائعه ولا اروع الحقيقه، والنهارده بيلعب تيم كبير وتيم طبعا يعني الحقيقه مدير فني بتاعه طبعا حسام حسن ومدرب كبير ومدرب يعني ولاعيبه مميزه كمان هم الحاج محمد مصلح السنه دي مدعمين كمان الحقيقه بشكل قوي جدا. يعني لو قلنا مثلا ان ممكن تبقى الموازنه مش زي سيراميكا او زي البنك الاهلي في الماديات، لكن الحقيقه في الفنيات هم مدعمين لعيبه على مستوى عالي جدا لحقيقة. وسددوا المراكز اللي هم كانت ناقصه عندهم الحقيقه في خلال الموسم اللي فات، لكن للاسف الشديد نتيجه النهارده دي النتيجه تعتبر نتيجه سلبيه للاتحاد السكندري. وطبعا بنشيد طبعا برضا شحاته الحقيقه بالزبط. عامل بدايه قويه جدا 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 في المسابقه. لسه المباريات والدوري مفتوح ولسه طبعا كل التوقعات مفتوحه يعني والسيناريوهات. قبل طب ما نكمل في الاهلي، طبعا حضرتك يعني مدير فني لبلديه المحله ممتاز به، طمنا على الفريق يا كابتن. يعني احنا الحمد لله الموسم دوت احنا عملنا تكوين على مستوى عالي جدا الحقيقه، جبنا مجموعه لعيبه يمكن في كل مركز فيه 2-3 لعيبه على مستوى عالي جدا الحمد لله. يمكن ناس احنا استنى مباراه ولو كسبناها هنبقى الفرق ما بين حرس الحدود المتصدر واحنا بونت واحد كويس. ان شاء الله باذن الله. ويمكن الناس حتى مقيمه فرقتنا الحقيقه في الثلاث مجموعات بيتكلموا ان هم من افضل الفرق اللي في الثلاث مجموعات الحقيقه، فاحنا الحمد لله ماشيين بخطى ثابته وخطه كويسه جدا ان احنا نحقق اهدافنا الموسم ده ان شاء الله باذن الله في الصعود للدوري الممتاز ان شاء الله. انا عارف ان الممتاز بيه اصعب كمان من الدوري الممتاز ده، انا عارف المنافسات صعبه جدا والاجواء اصعب وان الفرق اللي بتنافس بدات فرق كتيره كمان تخش والدعم بالزبط. بشكل كبير جدا بالزبط. فده بيصعب بالزبط. الماموريه، لكن كلنا ثقه في حضرتك يا رب ان شاء الله إن يعني شاء الله. اكيد ان شاء الله تصعد بغزل المحله، عايزين بالبلديه اسف عايزين الانديه دي تظهر يعني البلديه وغزل المحله والاولمبي عشان كده طبعا حاسين نسال حضرتك عليه فكل ده. مين افضل مين اللاعب اللي لفت نظر كابتن رمضان السيد في الدوري السنه دي ومدير فني كمان الدوري الممتاز؟ الدوري عندنا يعني انا احنا الحقيقه عندنا لعيبه كتير ماشيه بشكل كويس قوي وانا يمكن في لعيب انا واخده من النادي الاهلي اللعيب ده هشام شعبان انا في رايي ان شاء الله باذن الله على نهايه الموسم هيبقى من المهاجمين الاقوياء في مصر، مش في الدوري الممتاز به او في دوري ممتاز حاجه سوبر الحقيقه. عندنا في بقى مجموعه من المواهب الحقيقه، اذا كان عمار بيلعب تحت المهاجم سرعه وسكورر الحقيقه في مجموعه عندنا خط الدفاع حتى مميز جدا باحمد ربيع ومحمد سعيد والحقيقه عندنا باك ليفت انا برضك في رايي ان هو في خلال الموسم يعني يمكن مبدئيا احنا لسه في الاسبوع السابع وفي انديه طلبته او طلبت لعيبه من عندنا انديه من الدوري الممتاز انديه من الدوري الممتاز وانديه كبيره الحقيقه فالحمد لله يمكن زي ما قلت احنا التكوين بتاعنا عاملين تكوين كويس قوي وفي مجموعه الحقيقه مواهب على مستوى عالي جدا. كابتن خلينا نتكلم على جزئيه وانت طبعا كمدير فني نتناقش مع حضرتك فيها، طبعا موسيماني وعمليه التدوير اللي بيقوم بيها ويمكن هو قال حاجة مهمة جدا أو استراتيجية يمكن تكون جديدة شوية على المدربين، يقول لك أنا دايما ممكن جدا ما بدأش باللعيب الجاهز وأنا عايز إن شاء الله في كأس العالم للأندية يكون عندي كل الفرقة كلها جاهزة بنسبة 100%. مشاركة مثلا على سبيل المثال مشاركة محمد هاني المباراة اللي فاتت وعدم إشراك أحمد بيكم، هو قال إن أحمد بيكم خلاص جاهز 100%، فأنا خلاص ضمنت أحمد بيكم عندي موجود، فهو بيحاول كمان يجهز محمد هاني بعد غيابه. شايف الاستراتيجية دي ازاي من وجهة نظر حضرتك ان كمدير فني بيحاول بقدر الامكان ان كل التيم مش ال 11 او ال 16 لا كل التيم يكون جاهز بنسبة 100% وصعوبتها ايه يا كابتن؟ يعني هي يمكن بعد فترة يا هاني ويمكن فترة مش كبيرة يعني ممكن انا اقدر اقول لك خلال اسبوعين ثلاثة بالكتير اعتقد ان مستر موسيماني هيثبت
هيثبت هيثبت طبعا، لان هو طبعا عاوز يثبت الفرقه اللي هي المفروض هيشتغل بيها في كاس العالم الانديه اعتقد. لكن هو دلوقتي ادى لكل الناس، كل اللعيبه اللي عنده ده، حتى اللعيبه اللي جايه من اصابات، حتى اللعيبه البعيده يعني مثلا سعد مثلا بعيد وفي اصابه وطويله جدا بيديله، رامي ربيعه بيديله، هو بيحاول يدخل كل لعيب، حتى يمكن هو مثلا ايه ادى لبيكهام اطمن عليه اطمن عليه، وهو يمكن المباريات اللي محتاجه ان انت مثلا تبقى قافل الجيم شويه بيكهام ليه دور، والمباريات طبعا اللي انت محتاج ان انت بتهاجم عاوز النواحي الهجوميه تبقى اعلى طبعا في محمد هاني، وفي كمان اكرم الحقيقه عمل ماتش امبارح انا في رايي من نجوم المباراه اكرم، رغم ان هو مش مركزه الحقيقه صحيح. يعني انا اول مره اشوف اكرم بيلعب في ناحيه الباك رايت، لكن عمل اسيست الجولين وعامل جيم كبير جدا الحقيقه صحيح. فهو الراجل ادى لكل الناس، يعني يمكن المركز الوحيد اللي هو مش قادر يعمل فيه تدوير مركز الباك ليفت، مركز علي معلول على اساس ان وحيد الحقيقه مصاب، محمود وحيد مصاب، ده المركز الوحيد، لكن كل المراكز بعد كده في الملعب الحقيقه عمل فيها تدوير بشكل كويس. انا بقول لحضرتك النقطه دي ليه، علشان كان الناس فاكره ان هو يمكن في فترات صغيره ممكن يدخل مثلا محمد شريف طبعا لعيب مميز طبعاً جدا طبعاً. وهو تمسك ان يدي بواليا علشان عشان يجهزه بشكل اكبر عشان بالزبط. يخش في عمليه التجانس اكبر بالزبط. وبالتالي ممكن خلاص اطمنت على محمد شريف فانا حدي كمان فرص اكتر لبواليا علشان يخش فورما يبقى بالزبط. عنده اتنين تلاتة جاهزين في نفس المركز. يعني انا يمكن يعني الحقيقه انا عاوز اعلق على موضوع محمد شريف، لان احنا دايما في كل موسم بتلاقي ناس عماله تتخبط وعماله توقع في الفرقه علق لنا كابتن رمضان على خط الهجوم كله انا بس شريف وكهربا وقفشه وبولي الاول يا سهام الحقيقه انا عاوز اقول بس على موضوع محمد شريف، لان في ناس ابتدت ايه تقول لك ده محمد شريف كان بادئ بدايه قويه جدا واحرز 3 اهداف وكان ماشي كويس قوي وبعدين قعد. هو الراجل زي ما قلنا ان هو عاوز يدخل كل الناس فورمه، لان وهيجي في الاخر محمد شريف خلاص هو قيمه، يعني مقيم محمد شريف ومقيمه حتى قبل ما يجي، لان اختياره ان هو يجيبه من الاعاره اعتقد ده تقييم بناء على تقييم بناء على تقييم وهو كمان لما اداله اثبت وجوده، فالناس بقى ما تقعدش تخبط وتقعد تتكلم عشان تهد محمد شريف نجم دلوقتي، نجم في خط هجوم النادي الاهلي. بواليا هو جاي جديد على الفرقه فعاوز يخليه يعمل تجانس مع الفرقه واللعيبه تحفظه وهو يحفظ اللعيبه، عشان كمان يعني مهم جدا ان لعيبه وسط الملعب تحفظ تحرك صحيح. المهاجم بتاعهم بيتحرك ازاي وهو يعمل مسانده معاهم ازاي، يعني هو مثلا الجول اللي جابه علي معلول امبارح يعني هو نزل تحت في بره ال 18 وعمل واحده من فوق المدافعين باقتدار رائعه طبعا يعني عملها بثقه كبيره جدا وباقتدار فعلا نحطها في المساحه الضيقه دي من فوق المدافعين ولحسين الشحات كان ممكن هو يسجل لغايه ما طولت راحت لعلي معلول اللي هو يعني بيعتبره يعني نجم سوبر 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 يعني حقيقه علي معلول. بنتكلم على كهربا ابتدى يخش بشكل كويس، وكهربا الحقيقه كل ما بتشوفيها سهام وكل ما بتشوفه هاني بيشتغل بجديه ومركز لعيب اضافه يعني قويه جدا جدا للنادي الاهلي ومنتخب مصر. يمكن الفترات اللي هي بس بيفقد التركيز شويه زي الماتش اللي فات مثلا في 3-4 فرص سهله جدا يعني لا انا لازم كهربا على طول انا مركز. بنتكلم على محمد شريف طبعا اثبت وجوده بشكل كويس قوي. يمكن احمد ياسر طبعا اخذ فرصه وهو هو عاوز يلعب اولمبياد، فبالتالي هو عاوز يشارك بصفه اساسيه، فلما يتنقل لسيراميكا كليوباترا اعتقد فايده للنادي الاهلي، واحنا يمكن جربناها قبل كده في خلال الموسم اللي فات كل اللعيبه اللي عرضناهم رجعوا بمستوى عاملين احتكاك قوي واخدين عدد مباريات هاني بشكل قوي جدا، بدل ما كان بيقعد مثلا في النادي ويقعد مثلا الموسم كله يلعب 5 مباريات 3 مباريات 2 مباراتين لا ده بياخد احتكاك قوي جدا صحيح. عايز اتكلم مع حضرتك كمان جبنا سيره طبعا خط الهجوم. انا في رايي كمان ان وليد سليمان كل يوم بيثبت انه نجم كبير. وليد سليمان يعني مش هنقول عليه جوكر، بيلعب جناح يمين وبيلعب 10 لكن وبيجيب اجوال، لكن بنتكلم كمان على ان وليد سليمان كل يوم بيثبت ان هو
يعتبر يعني دخل خلاص من اساطير النادي الاهلي طبعاً بادائه باخلاصه بامكانياته كل دوت وليد سليمان بيشخص وليد انا اقول لك حاجه يا هاني اتفضل يا كابتن. وليد بقى خارج التقييم يعني ما حدش يقيمه الحقيقه. وليد لعيب نجم نجوم وسوبر، ولو بنتكلم مثلا على اللعيبه العمالقه اللي جم في تاريخ النادي الاهلي مثلا مهاجمين او لعيبه وسط الملعب المهاجمين، هو يتحط في وسطهم يعني هيتصنف بقى زي ابو تريكه وزي اللعيبه الكبار قوي اللي جم في وسط ملعب النادي الاهلي. وليد وبعدين يعني كلما تلاقي لعيب كوره او نجم عنده كل الصفات ديت، الراجل فنيا عالي جدا جدا جدا، اخلاقيا حاجه ما شفتهاش انا قبل كده، سلوكيا يعني كفايه ان انت بتلعبه في مباراه دقيقتين بينزل يجيب لك جول بمراد سيراميكا دقيقتين يعني، ولا نازل مبوز ولا نازل زعلان، وحتى بعد ما جاب الجول الفرحه اللي هي الطبيعيه، مش الفرحه مثلا ان انا اهوت وانا مش عارف ايه وبتاع وانتم قاعدين ولا الكلام ده خالص. نجم نجم بالرغم نجم من انه اكبر اللعيبه سنا نجم 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 طبعا. فدي كمان انا اخد كلام حضرتك كل الشكل الفني ده طبعا وليد هايل، لكن كمان الرساله اللي بيوجهها للولاد الصغيرين اللي طالعين طبعا طبعا مهمه جدا ان انا وليد سليمان صاحب التاريخ الكبير ان انا بقعد على الدكه المدرب يقول لي انزل لخمس دقايق بموت نفسي وبنزل اعمل اللي عليا ما فيش. فدي كمان رسائل بيوجهها وليد سليمان للاجيال اللي جايه. نموذج للاعيب الكره المحترم، وفعلا وفعلا يعني ده بيدي الحقيقه خبراته واخلاقياته كلها للنشئ. صحيح. اللي حتى لو اتكلمت مش هتكلم بس على النشئ بتاع النادي الاهلي، انا النهارده لما بكون في النشئ في نادي الناشئ في النادي الاهلي واشوف وليد اللي هو نجم النجوم وبياخد خمس دقايق بيأدي ومبسوط وفرحان ومبتسم وبيجيب جول وبيجيب المباراه اللي فاتت جايب جولين حاجه ما شاء الله يعني ما شاء الله شفت الرياكشن بتاع موسيماني بعد الجون الثاني طبعا لما قعد يعمل كده الحركه بتاعت زيدان زيدان طبعا فعلا فعلا ايه ده ايه الجمال ده وايه المتعه ديت لا يعني وليد حاجه طبعا محترمه بصراحه طبعا محترمه جدا. الروح دي عايزينها ان شاء الله في كاس العالم للانديه. واللي اعرفه عن الاهلي ان هو يعني يعني فريق بيصر على الفوز ولحد اخر لحظه بيلعب، وروح الفانيلا الحضره دي الحقيقه اللي حضرتك اتكلمت يعني فيه عن وليد، يعني بنتمنى ان هو ما يمثلش الاداء الشرفي ولا المشرف اللي احنا يعني الناس معظمها عماله بتتكلم فيه، لا تأدي بالروح ديت وباللعب والحماس بتاع وليد ده علشان فعلا نحقق نتيجه هناك يا كابتن. بالظبط الشهر الجاي خلاص انا ما خلاص احنا ان شاء الله بنقرب. انا بقول ان الراجل بيجهز الناس عشان يعملوا فعلا يعملوا اداء عالي، وكمان ما يلعبش في ان نعمل اداء مشرف ومش عارف الكلام ده كله. انا اعتقد ان تيم النادي الاهلي يمكن في مباراتين ورا بعض يا سهام الشوط الثاني حاجه مختلفه خالص. بس انا برضو في حاجه، انت لما تروح مسابقه كبيره زي كاس العالم للانديه لازم من اول دقيقه في المباراه لاخر دقيقه يبقى ليك تواجد قوي. صح. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اكون بلعب مباراه في كاس العالم للانديه وافرط في 45 دقيقه. انا ما تضمنيش بقى ال 45 دقيقه اللي انت هتفرط فيهم يا هاني هيحصل فيهم ايه؟ ممكن بقى لعيبه هناك متمكنه ولعيبه كبيره ولعيبه ليها اسمائهم ولعيبه ليها تقلهم ممكن يسجلوا في خلال الفتره اللي انت بتدي فرصه فيها. يعني يمكن مباراه الانتاج الحربي الشوط الاولاني ومباراه امبارح الحقيقه برضو في الشوط الاولاني الحقيقه لا يعني احنا بنفرط في 45 دقيقه وبعدين 45 دقيقه هاني من غير ضغط. النادي الاهلي مفروض ان اكتر حاجه بتميزه ان هو بعد ما بيفقد الكوره بيستخلص الكوره في خير ما فيش بصرة. ثواني يعني اربع ثواني خمس ثواني كان بالكتير ست ثواني كان بيجيب الكوره بيستخلص الكوره. الحته دي للاسف الشديد يمكن مباراه الاتحاد السكندري المباراه كامله 90 دقيقه كان بينفس الضغط ده، مباراه سيراميكا الشوط الثاني كان بنفس الضغط كده الضغط ده، عشان كده انت عملت تفوق. صح. على سيراميكا وعملت تفوق امبارح الحقيقه في مباراه الانتاج الحربي نفس الحكايه نفس برضك التفوق اللي اتعمل. فبرضو احنا مطلوب من لعبتنا ومطلوب من جهازنا الفني كمان مطلوب من موسيماني الحقيقه يركز على الحته دي ويدقق فيها جامد جدا ويشد فيها جامد جدا. انا ما ينفعش افرط في 45 دقيقه انا بره الجيم ومدي مساحات
للفرقة التانية، ومهما كان قوة أو ضعف المنافس بتاعك وأنت بتديله مساحات اللي موجودة دي كلها المستويات قريبة كابتن، ممكن جدا في خلال الشوط لا قدر الله ممكن يجيب فيه جون ليصعب الأمور عليك بشكل كبير بالزبط. فهو الوجه أو الوجه الجميل للنادي الأهلي في الشوط الثاني خلال الماتشين اللي فاتوا، نتمنى أنه يظهر من بداية المباراة من أول دقيقة. يعني أنا ما فيش حاجة اسمها أن أنا مباراة أفرط في 45 دقيقة أو أتراخى في 45 دقيقة أو ما أخدش الأمور بجدية في 45 دقيقة. 45 دقيقة، طب افرض أنا جاي فيها جول، افرض جاي فيها جولين، طب ما الماتش اتصعب. مهما أنا بقى هكون بدنيا عالي في الشوط الثاني ما تضمنش مزبوط. لا أنا مفروض أن أنا النادي الأهلي الحقيقة يعني بدليل أنهم أنت قدرت مثلا تعملوا مباراة الاتحاد 90 دقيقة ولا 95 دقيقة كمان بالوقت الضايع في قمه، يعني وصلنا للمتعه. مباراه الاتحاد السكندري احنا استمتعنا بكره النادي الاهلي، واستمتعنا بها ليه؟ لان كوره بانتشار بكره سهله باهداف وكمان جاب 4 تجوال ومضيع فرص كتير جدا، وفي نفس الوقت انت مستحوذ على المباراه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، وهو ده اللي احنا مفروض يبقى تيم النادي الاهلي عليه، ما ينفرطش في اجزاء في المباراه. مش بس في كاس العالم للانديه حضرتك تقصد كده؟ لا طبعا، مش بس في كاس العالم للأندية. لا طبعا يعني احنا مفروض مبارياتنا بنحسمها من الشوط الاولاني، يعني ما نستناش للشوط الثاني كمان. لا احنا لو بدانا بالجديه بتاعه الشوط الثاني لا نقدر نسجل في الشوط الاولاني، ونقدر نسجل بشكل كويس قوي، لان احنا برضك يعني بنمتلك تيم كوره قوي جدا جدا، يعني تيم كوره فيه مثلا 5 6 مهاجمين ولا 5 مهاجمين على مستوى عالي جدا، المهاجمين كلهم سوبر الحقيقه. بوالي الحقيقه يمكن انا يعني بختلف مع ناس، في ناس قلقت ولا مش عارف، لا ده بوالي عنده حاجات، يعني اعتقد ان هو خلال الفتره اللي جايه دي هاني هيبقى من افضل المهاجمين اللي في الدوري المصري. قيمت كده بسبب ايه؟ رؤيه فنيه طبعا. عنده السرعه، عنده القوه، بيتعامل مع الكرات العرضيه العاليه بقوه، وبيعرف يعمل مثلا بيطلع مثلا رغم جامب عالي جدا جدا، وبيسدد الحقيقه الكرات العرضيه بشكل قوي جدا جدا. يمكن هو بس حته التجانس شويه، وهو الراجل بيحاول يدخله بيديله كتير. هو بيديله كتير، ورغم ان هو مثلا مش موفق على الجول، وبيضيع مثلا 3 4 فرص في خلال المباراتين، وفرص هو كان بيجيبهم في الجونه بمنتهى السهوله، لكن هو الراجل بيديله عشان يضمن ان هو دخل يخش معاه في التجانس مع الفرقه واللعيبه بتاعت وسط الملعب، واللعيبه اللي هي الاطراف بتاعتنا، علي معلول اللي هو افضل صانع لعب في الكره المصريه في الدوري المصري طبعا، في افريقيا كمان. يعني تخيلي انت بتتكلمي على باك ليفت افضل صانع لعب، ده حاجه، ده علي معلول ده برضك نجم نجوم وحاجه ممتع يا هاني. يعني ده اولا بسم الله ما شاء الله، يعني انت ما بتشوفش علي معلول مثلا في 5 دقايق في المباراه مستواه بينزل، على طول هو مركز. يعني على طول الكره مش معاه مركز، الكره عنده مركز، عارف محضر هيعمل ايه. يعني من اللعيبه القليله اللي في مصر محضر مثلا، انت عارف ايه، 3 4 تمريرات مثلا، يعني بلعب لهاني بترجع لي، بحط الكهرباء بترجع لي، بحط مثلا لبواليا، اللعيب الوحيد اللي في مصر. لا علي معلول هايل ما شاء الله. طبعا هايل سوبر 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 يعني. طبعا من النقطه دي يا كابتن عايز مع حضرتك كمان ناكد ان لازم تجهيز بديل، احنا بنتكلم بكل امانه يعني طبعًا. لازم يكون طبعًا. موجود حتى هو قالها، يعني موسيماني قال ان هو بدون علي معلول ما بيكون موجود في الملعب بيكون فيه خلل شويه. لا ده فبالتالي لا. طبعا. ان شاء الله محمود وحيد يرجع ويعني يخش بشكل، وانا في اعتقادي اول ما يرجع اكيد برضه هيديله جزء من المباريات عشان يدخله المباريات، فدي جزئيه برضه لازم تبقى زي ما احنا كده الباك اليمين اطمننا عليه، كمان الباك الشمال لازم نطمن عليه. يعني اكيد اكيد، لان لو انت اي مباراه يا هاني او اي مباراه الحقيقه هتفتقد فيها علي معلول بتأثر. لا الريتم هيتاثر بشكل كبير جدا، فاحنا برضك لازم البديل يبقى قريب من علي. انا مش هقول لك ان هو يبقى زي علي، لان مفيش حد هيبقى زي علي، صعب جدا بصراحه. اي باك ليفت في مصر حتى لو انت هتجيب من اي حته لا صعب جدا ان حد يقرب من مستوى علي، بس يبقى في مستوى علي، لكن المهم ان البديل يبقى موجود ولتواجد جاهز، ويبقى مثلا الفرق ما يبقاش بعيد قوي، لان لو الفرق هيبقى بعيد قوي في ادائه
هيأثر في أداء أو في ريتم النادي الأهلي كمان. ده حقيقي ده حقيقي. المباراة اللي جاية حضرتك شايفها قدام البنك الأهلي إزاي؟ احنا اتفقنا دلوقتي يا سلام الحقيقه نفس التشكيل طبعا هو الراجل انا في رايي ان هو هيحاول ان هو يدي البواليه تاني عشان يظبط له حته التجانس يظبط له لان برضك لغايه دلوقتي يمكن اللعيبه في وسط الملعب ما هو نفسه حتى تحركه لازم يبقى فيه ربط لو بواليه عرف يربط مع وسط الملعب هاني مع الناس اللي بتيجي من تحت اعتقد احنا عندنا وسط ملعب لو بتتكلمي مثلا على كهربا بتتكلمي على وليد بتتكلمي حسين الشحات لعيبه كلهم صناع لعب مع طبعا النجم الكبير طبعا محمد اذا كان محمد شريف ممكن يلعب على الجناح وعلي معلول من تحت المهم بقى ان ازاي يربطوا مع بواليا وازاي بواليا يبقى انا عارف ان انا هتتحط لي الكره فين وبعد تمريرتين مثلا هتحرك فين الحاجات دي كلها لو اتوجدت الحقيقه التجانس ده زاد عند بواليا لا هيبقى مهاجم سوبر طبعا يحرز هدف الماتش اللي جاي بالظبط ممكن يعني ده كمان يعني ده كمان بيجي من خلال التدريب يعني جزء طبعًا. التدريب مهم جدا لكن طبعًا. الجزء الاصعب في تطبيق التدريبات هي المباراه لان المباراه القرارات بتبقى اسرع شويه بالزبط. ما بيكونش في حضرتك ممكن كمدير فني توقف شويه وتقول لا اتحرك كده فاعتقد ان حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا كمان الربط مع قفشه شفنا في بعض المباريات الربط طبعًا. مع حسين شويه طبعًا. اللي هو حسين بيحاول طبعًا. يعمل دبل باص فهو بيروح في منطقه مختلفه فكل دوت بيتصلح يعني كل ده جاي احنا كمان يعني الحقيقه بنتكلم على كل مفاتيح اللعبه دي وكمان قفشه طبعا قفشه حاجه برضك لعيب يعني يمكن النهارده دلوقتي لما بتيجي تقول مثلا مين يلعب منتخب مصر صانع لعب قفشه طبعا خلاص يعني طبعا بتفوق كمان الحقيقه تفوق في ان ازاي بيعرف يربط في التلت الهجومي لاحظنا ده يا كابتن في ماتش سيراميكا بالظبط فرق كبير الاولاني والثاني فرق كبير يعني هو خلي بالك النقله اللي اتعملت في الشوط الثاني كان قفشه وكهربا ده حقيقي بس قفشه كان ليه دور كبير جدا 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 لان قفشه من اللعيبه اللي بيعرف يربط لك الفرقه انت عاوز تبطئ الريتم عاوز تسرع الريتم عاوز تحط مثلا كرات بينيه طويله عاوز تحط توصل حد للجول بيعرف يعمل الحاجات دي كلها هو كمان بيعرف يخترق بالكوره يدخل نفسه في تسديد فلا تيم النادي الاهلي تيم قوي جدا جدا تفتكر حضرتك دي النقطه المحوريه اللي من خلالها اتاكد موسيماني ان ثلاثه ديفندر في وسط الملعب لان حضرتك تفتكر مباراه سيراميكا كان بيلعب طبعا كان بيلعب ثلاثه واكرم وحمدي فتحي تفتكر هي بقى خلاص دي النقطه اللي ممكن كان عايز يشوفها لو عايز امن نص الملعب بثلاثه تفتكر دي خلاص دي اثبتت لموسيماني ان الموضوع ده مش ما ينفعش يعني حتى اقول لك حاجه هاني يعني انا في رايي بعد اداء النادي الاهلي في الشوط الثاني بالشكل اللي هو لعب بيه او بالتوليفه اللي لعب بيها ما اعتقدش ان موسيماني هيرجع ل 4 3 3 دي خالص ما اعتقدش لان انت اولا النادي الاهلي بيلعب بال 4 2 3 1 دي بقاله فتره كبيره جدا واللعيبه حفظت صحيح وبعدين انا النهارده ما ينفعش تيم النادي الاهلي التيم الكبير دوت ما يبقاش موجود صانع لعب 10 ما يوجد 10 من غير 10 انت تقل كتير قوي بالزبط. وتتساوى مع الفرقه الثانيه ده صحيح يعني انت بتعمل التفوق بتاعك ب 10 واللي هو بيعرف يربط لك في التلت الهجومي بالشكل دوت انت تشوف عدد الفرص يا سهام وعدد الفرص يعني اللي بتيجي للنادي الاهلي فرص كتير قوي يعني ده الشوط الثاني الماتش اللي فات ده انت ممكن ممكن تجيب لك مثلا 8 10 جوال صحيح يعني جوال كتيره جدا بتضيع جوال سهله بتضيع المنافسه في النص بقى في خط النص واحنا بنتكلم كمان طب مع أنا معلش يا سامة انا اقول لك حاجه بس لازم كمان نشيد بمختار مختار عمل شوط اولاني طبعا هايل مختار طبعا طبعا قدير. مدرب كبير ومدرب قدير ومدرب عنده خبرات يمكن الحقيقه تعبنا في الشوط الاولاني ده حقيقي يعني حقيقي. كان عنده فرص وكان عنده استحواذ والحقيقه كان عنده انتشار بشكل هايل فبرضك لازم نشير بيه وبنقول انه اي فريق النهارده بيلعب قدام الاهلي لازم بيكون عامل حساب الفرقه اللي قدامه خاصه لما يكون فريق زي النادي الاهلي فبيلعب بقى بكل يعني امكانياته زي ما بنقول يعني حاجة. فما بالك بقى كابتن مختار كمان طبعاً. يعني المخضرم ده طبعا
عمرو السوليه في خط الوسط واحنا خط النص واحنا بنتكلم بقى على منافسه قويه جدا ما بينه وراجع ان شاء الله من عوده الاصابه بالكورونا ديانج مع حمدي فتحي، بتتكلم على شكل المنافسه بقى في المركز ده ازاي؟ طبعا يعني انت اي مدير فني في اي فرقه في العالم يتمنى ان طبعا يكون عنده في كل مركز 3-4 لعيبه بينافسوا بعض طبعا، لان لما بيكون عندك لعيب واحد هو اللي متفوق عامل تفوق والباقي بعيد ممكن المستوى اللي هو اللي عامل تفوق دوت والمستوى العالي ده ينزل، يبقى مفيش جديه ضامن ان انا هلعب يا هاني. لا، لما بيكون في السوليه وفي اليو ديانج وفي وحمدي واكرم دلوقتي واكرم كمان ممكن بتستخدميه في الديفندر وممكن تستخدميه في الباك رايت، لكن احنا بنتفق انا وهاني ان احنا يعني لازم بنلعب اتنين ديفندر وثلاثه قدامهم وراس الحربه. ايه الفروقات اللي بين الثلاثه او الاربعه دلوقتي؟ يعني بص انا اقول لك حاجه، هو اليو ديانج الحقيقه يعني تحس ان بقى لعيب مكتمل. يعني اولا هو اللي بيستخلص وبيستخلص بشكل يعني ما شاء الله يعني قوي جدا جدا جدا. انت حتى لو اقول لك حاجه بس يعني احنا لسه بنتكلم فيها ما تنفع، انا ممكن العب باليو ديانج ده لوحده في وسط الملعب ديفندر 4-1 4-1 وهتلاقيه عامل مغطي عرض الملعب كله، وهنا بيروح يحط رجليه يجيبها وهنا يحط رجليه يجيبها، فانا بعتبره بقى لعيب ديفندر مكتمل يا هاني. انا اتفق معاك يا كابتن طبعا. لا واقول لك حاجه، ويعني في فرق ما بينه وبين اي حد، الفرق كبير. خليني اقول للكابتن كمان طبعا بتفق معاك تماما، اليو ديانج يمكن من افضل الصفقات اللي جابها النادي الاهلي يمكن خلال ال10 سنين اللي فاتت. طبعا. لكن كمان عندنا تشكيله حلوه في وسط الملعب، يعني عندنا حمدي فتحي قوه بدنيه كمان كويسه قوي في قطع الكوره، عندنا اكرم كذلك، عمرو السوليه يختلف شويه يمكن عن اكرم انه بيزيد 8 اكتر شويه، فالتنوع في الاربعه اللي عندك وانت مدير فني كبير طبعا بتديك بقى اريحيه تشتغل مع اي اثنين فيهم. في وجود حمدي او في وجود اليو ديانج بيدوا فرصه لسوليه وهو موجود، لو موجود قدام مثلا حمدي او موجود جنب اليو ديانج بيلعب بيدوا فرصه لسوليه ان هو يعمل مسانده هجوميه ويروح يخش ال 18، والسوليه عنده التسديد مميز جدا فيه بيقرب من ال 18. فهي طبعا وانت بتحط الاثنين وبتبقى على حسب انت عاوز ايه من المباراه. صحيح. يعني مظبوط. يعني انت في مباراه مثلا تبقى عاوز ايه؟ عاوز لا انا عاوز اقفل وسط الملعب دفاعيا ما يبقاش فيه حاجه، وفي مباراه ثانيه لا ده انا هلعب بديانج وهلعب بسوليه ان هو يعمل لي مسانده. ثبت واحد وهيعمل لي المسانده الهجوميه وهيخش ال 18 وحتى بيخش ال 18 كمان في الكرات العرضيه. مظبوط. وده تميز عند السوليه الحقيقه. صحيح. فطبعا عوده السوليه مع الثلاثي اللي موجود الحقيقه اذا كان ديانج او اذا كان حمدي او اذا كان اكرم، اعتقد ده خط وسط مدافعين يعني سوبر. طب اتكلمنا على خط الهجوم، خط الوسط كمان ما ننساش دور بدر بنون الاخير في خط الدفاع. يا عيني ايه رايك في رمضان هيغني؟ والله يا عيني. يعني لعيب ممتع. يعني انا اقول لك حاجه، انا في رايي ان بدر بنون يا هاني ادى ثقه لخط دفاع النادي الاهلي. ثقه. يعني اقول لك حاجه، انا في رايي كمان حاجه كمان يا هاني، ان ايمن الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله اعتقد هياخد من بدر بنون وهيبتدي يبقى الكره عنده بتاع، لو ابتدى في ثقه ان هو يطلع الكره ازاي وان هو يعمل زيادات ازاي لا بدر بنون دي صفقه، انا في رايي صفقه رائعه. طب واحنا بنتكلم على الصفقات برضو ما ننساش طاهر محمد بس انا زعلان من طاهر محمد طاهر. ليه؟ لا يعني انا في رايي ان طاهر مش هو ده المستوى اللي كان في المقاولين. طاهر لعيب كبير جدا، يعني من هقول لك حاجه، انا في رايي ان طاهر لو دخل فورمته يا هاني هيغطي مثلا الحته اللي مثلا بتاعت رمضان صبحي ويعمل تفوق كمان. يعني يعمل تفوق كمان تسمح لان فعلا. عنده كل حاجه صح. هي. يعني عنده قوه ما شاء الله، قوه جامده جدا، عنده سرعات جامده جدا، شويت ويعمل اختراقات وبيعرف يصنع لعب. لا انت يا طاهر لازم ثقه، لازم يبقى في ثقه في ادائي وفي قوتي وفي سرعتي وبعدين ايه ما تخافش اعمل اختراقاتك والكره تقطع معادي، ما اي لعيب في العالم بتقطع منه الكوره مفيش مشكله. فطاهر لازم
يلعب بثقه اكتر من كده. حضرتك يعني شايف ان طاهر محمد طاهر اكيد صفقه رابحه للنادي الاهلي طبعاً. هو على مستوى الفني هايل جدا طبعاً. اللي حضرتك شايفه انه لسه متوتر شويه لسه عنده نوع، وخاصه يمكن في اول مباراه يمكن كان في فرصه لو كان جابها كان ممكن طبعا ياخد الثقه شويه سهلة. فرصه سهله العرب. فدي خدت من ثقته في نفسه شويه. يعني انا بطلب من طاهر، انا الاول بقيمه ان هو هيبقى من افضل اللعيبه اللي موجودين في مصر تحت راس الحربه، حاجه سوبر يعني. لكن انت عارف يا هاني اللعيب الكوره لما بينزل الملعب ويفكر يقول ايه، طب انا لو لعبت الشوط الاولاني وحش هتغير، طب انا مش عارف لو الكوره اتقطعت مني مش عارف اعمل ايه، لا ده انا لازم خلاص العب لعبك العب زي ما بتلعب في التمرين واغلط وتقطع الكوره واعمل اختراقاتك وشوت وانطلق يا طاهر. صح. لا ده طاهر ده لو انطلق ده انت يعني هيبقى لعيب كبير جدا جدا جدا. هقول لك حاجه، في النادي الاهلي ومنتخب مصر. والانسجام قريته ازاي ما بينه وبين زمايله لحد دلوقتي؟ لا يعني هو انا الانسجام موجود بين كل فرقه، لكن انا بتكلم يا سلام في حاجه، ان انا بقول لطاهر لا انت عندك امكانيات لسه ما استغلتهاش. لا لسه لا ده لسه ما طلعتش خالص. وعنده امكانيات كبيره وعنده امكانيات يبقى لعيب اوروبي. شوف بقى كمان يعني هاني عنده امكانيات انه يروح يحترف في اوروبا ويحترف، بس بالثقه اللي عنده اللي هو نازل الملعب كان بيلعب فيها المقاولين يعني هو لازم يشيل التوتر ويلعب براحتك ويغلط ما تقطع الكوره ايه المشكله اخترقته لا لو خد لو طاهر رجع الثقه بتاعت المقاولين اللي كان فيها في المقاولين العرب طاهر هيبقى لسه حاضر يا كابتن رمضان لسه حاضر شويه ما نقدرش نقول عليها خوف برضو يعني لا او عدم خوف. ثقه او عدم لا هو توتر او يعني لا لغايه دلوقتي انا ما شفتش طاهر اللي انا كنت متوقعه في ادائه في المقاولين العرب. مش عايزين كمان ان هو يفكر ويمكن يعني حد يوصل له الكلام ده لان اللعيب كبير جدا طبعاً. مش عايزين طبعاً. يمكن التوتر والصفقه اللي الناس اتكلمت عليها وصفقه كبيره منتظرة. جدا تحط عليه ضغوط هو بالزبط. يعني نفتكر صلاح محسن بنفس الضجه فتوتر شويه فما قدرش يأدي، فاعتقد كمان ده مهم جدا ان زمايله والمدير الفني وهو نفسه كمان يعرف لا العب بدون ضغوط انت لعيب كبير لازم بالزبط. يثق في نفسه انه لعيب كبير زي هاني الصفقه بتاعت حسين الشحات مثلا اول ما جه لما الناس قعدت تتكلم على الصفقه صحيح. الماديه وعاليه ومش عارف ايه وبتاع يعني هزت حسين شويه في بداياته هزته شويه لكن خلاص هو ابتدى بقى يرجع تاني لمستواه. انا بقول لطاهر بالعكس ده يعني طاهر انا لو بيلعب بثقه انا في رايي ان كل مباراه هيلعبها هيهدف هيسجل اكيد كل مباراه هيلعبها هيسجل بس بقول له يا طاهر انطلق انطلق ما تقلقش ثق في امكانياتك يا طاهر امكانياتك عاليه جدا لعيب اوروبي نعم لعيب اوروبي عنده امكانيات بتاع لعيب اوروبي ده حقيقي عايزة سؤال؟ لا عايزين طيب. نطلع فاصل طيب هنطلع فاصل بس هسأل حضرتك وتجاوبني بعد الفاصل كمان احنا كنا بنتكلم على قفشة ودوره المهم جدا في النادي الأهلي أعتقد كمان ناصر ماهر إن شاء الله بعد رجوعه من الإصابة والحمد لله يمكن بدأ يتأهل كمان أعرف وجهة نظرك في ناصر ماهر بس بعد الفاصل برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير لسه مشرفنا الكابتن القدير المميز جدا كابتن رمضان السيد في البيت الكبير سيد. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ناصر ماهر وتوقفنا عند ناصر يعني احنا لو الفترة اللي فاتت الحقيقة كان في قفشة وكنا عندنا قلق مين البديل او مين اللي ممكن يحل مكانه طبعا ناصر ماهر لعيب مميز جدا 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 لعيب صانع لعب ولعيب يمكن انا شفت له مثلا نهائي مباراه منتخب برازيل كان افضل لعيب في ال 22 لعيب منتخب الاولمبيا المنتخب الاولمبي مظبوط كان افضل لعيب في الملعب اولا حتى ده في حاجات كمان زادت عنده هو كان عنده الحته الدفاعيه ما بيدوس فيها قوي ولا ده بينزل يعمل تجلج ويزحلق ثلاث
3 متر ولا مترين ويجيب الكوره وراجع ومع منتخب كبير زي منتخب البرازيل. ناصر ماهر لا هيبقى لعيب سوبر برضه. وده من النماذج اللي لسه حضرتك بتتكلم عليها انه يمكن ما كانش ليه فرصه في النادي الاهلي. تالقه في سموحه طبعاً. زاد طبعاً. واشتراكه تعرف اللعيب كل اسبوع بيلعب وكل طبعاً. يمكن 3 ايام بيلعب احتكاك وزاد بشكل كبير وتالق كمان في 10 بالذات لان انت حضرتك عارف ان ناصر سعد كان بيلعب يعني كطرف شمال لكن وجوده في نص الملعب افضل كتير يعني. طبعا مميز جدا جدا. تعرف يعني حته الاحتكاك احنا في لعيبه في الكره المصريه بدايتها كانت بعيده خالص بعيده فنيا خالص يعني ما حدش كان يقول مثلا فنشوا نجوم كبار صحيح يعني الاحتكاك وكتر المشاركه والحاجات دي كلها بتزود المستوى بشكل كبير جدا جدا يعني. انا مش عاوز اقول اسماء لكن انا بقول فعلا كده في لعيبه كانوا في بداياتهم لا يعني فنشوا نجوم كبار وحتى احترفوا ومش عارف ايه طبعا انا عارف انا يعني يعني كان البدايه ما تقول لا ده لكن اللي بيشتغل على نفسه صح. واللي بيعمل احتكاك قوي في تجاربه كلها وفي مبارياته مستوى بيعمل كده. تخيل بقى انت بقى لما يكون عندك لعيب موهوب صحيح ويبقى امكانيات وانت مثلا خرجته بره خد الاحتكاك دوت وخد مباريات قويه جدا وخد مشاركات بقى كتيره وبتاع راجع لك حاجه طبعا اكتر حد استفاد من الاعارات اللي تمت في خلال الموسم اللي فات احنا طبعا النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي. عايز اتكلم وافتح مع حضرتك طبعا ملف ازمه المدربين اللي بيعود بشكل قوي جدا الموسم ده يعني للاسف بس الدوري بشكل عام بقى يعني احنا النهارده بكم بنتكلم في سابق يعني سابق اسبوع تقريبا على الدوري الممتاز. كابتن رمضان السيد قيم ازاي شكل الدوري لحد دلوقتي؟ طبعا شكل مختلف عن سابقي عن الاربع خمس مواسم اللي فاتوا. كان دايما المسابقه بتبدا يعني بمستوى يعني بيعلى تدريجيا ومش عارف ايه والفرق حتى تقول لك استنوا عليا المباراه السادسه ولا المباراه السابعه وبعدين احكموا علينا واحكموا على المدربين وبتاع. لا انا من اول دقيقه او اول صفاره في بدايه المسابقه انا حاسس ان الفرق كلها مستعده بشكل قوي جدا وفي فرق كتيرة الحقيقة سددت مراكز ناقصة عندها بشكل مميز جدا وبشكل قوي جدا بدليل ان مثلا بتكلمها مثلا على فرق صاعدة ما تقوليش ان دي فرق صاعدة. هو بنتكلم على البنك والسيراميكا وكلها طبعا يعني بسم الله ما شاء الله زي ما قلت موازنات بتفوق أندية كبيرة عشان كده المسابقة السنة دي هيبقى المنافسة فيها قوية جدا وهتحسم الحقيقة في الاسابيع الاخيره يعني يمكن انا في رايي ان صعب اي فرقه موجوده حتى النادي الاهلي اللي المفروض كان بيعمل الحته ديت يمكن الموسم اللي فات فرق مثلا 20 بونت ولا فرق مش عارف 30 بونت لا الموضوع ده مش هيحصل تاني. المستويات بقت منافسه قويه جدا منافسه قويه والمستويات بقت قريبه قوي من بعض فعشان كده وارد اي فرقه تعطل الثانيه مش ما فيش حاجه اسمها تقولي مثلا نادي الزمالك بيلعب مش عارف البنك ولا نادي السيراميكا ولا نادي مش عارف المحله ده ممكن يكسب وده لا ما فيش حاجه اكيده ان انا اسم كبير هكسب الا بتعبي في الملعب الا بتركيزي في الملعب الا ان انا اعمل تفوق فني زي ما النادي الاهلي الحقيقه في خلال الفتره اللي فاتت في فترات لا تحس ان هو في فرق جامد جدا ما بينه وما بين اي حد بدليل ان انت يعني بتوصل مثلا للجول مثلا 20 مره وبتضيع منهم فرص اكيده تروح مثلا 12 مره ولا حاجه يعني في مباراه النادي الاهلي كان ممكن يعملها سكور جامد سكور جامد جامد يعني هي ده هو ده اللي يفرق لكن المنافسه طبعا الحقيقه المنافسه في الموسم ده قويه جدا وفي فرق زي ما قلنا الزمالك السنه دي ماشي كويس يمكن اول مره برضك الزمالك يمكن من فتره كبيره جدا يعمل بدايه 7 ماتشات يعمل فيهم 16 بونت صحيح. فاعتقد ده قوه كبيره جدا للمنافسه المربع الذهبي قد يحمل مفاجات
يعني يمكن واحنا بنتكلم على اشتعال طبعا المنافسه وتدعيمات صفوف جميع الفرق تقريبا من اول لحظه في الموسم ده. هو يمكن هنستثنى اهلي وزمالك. طيب وممكن يخش بقى اي حد تاني، لكن احنا مثلا ممكن نتكلم مثلا على بيراميدز. الحقيقه وانا كان ليا تصريح حتى يمكن هنا في قناه الاهلي، قلت هي العمليه مش مليارات بس، يعني هي مش من انت معاك مليارات مش فلوس هتقدر يعني. لا الفلوس مهمة لكن مش هي دي بس طبعا مش هي دي بس يعني انت بتتكلمي مثلا على الكيان وبتتكلمي على جماهير الجماهيرية والشعبية وبتتكلمي على ده، حتى الفرق اللي هي شعبية حتى اللي ما عندهاش إمكانيات بتلاقيها في الملعب غير يعني أنا انت بتتكلمي مثلا نموذج للحتة دي بالذات الحتة المادية العالية قوي 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 بيراميدز. احنا النهارده في عنده 4 تعادلات او حاجه كده، المركز السابع وبعيد يعني الطبيعي بقى بالامكانيات اللي هي موجوده دي. برضو يمكن عندهم مشكله انا في رايي ان هم بيجيبوا مديرين فنيين للاسف الشديد مش عارفين امكانيات اللعيبه اللي موجوده ولا حتى توظيفهم. الماتش المباراه اللي فاتت موظف عبد الله السعيد ناحيه اليمين صحيح. وموظف رمضان صبح مش عارف جوه وموظف مش عارف مين، لا طبعا العمليه هتبقى صعبه عليهم لو مشوا بالشكل دوت. الحقيقه طيب كابتن بنتكلم في عمليه يمكن السنه اللي فاتت كانت عمليه وظاهره صعبه جدا، ظاهره سلبيه تغيير المدربين، لكن السنه دي مع بدايات الدوري كمان عندنا تغيير في المدربين على مستوى الاسماعيلي، طلاع الجيش، بنتكلم على اخيرا كمان اسوان ب يعني استقاله الشيشيني سامي الشيشيني. فعايز ابدا حضرتك مع الاسماعيلي، والاسماعيلي كان عنده فرصه كبيره جدا من خلال البطوله العربيه انه ممكن كمان يجدد يعمل طفره بالنسبه حتى لجماهيره. اولا شايف ملف المدربين اللي تم اقالتهم في فتره صغيره ازاي، وعايز اتكلم كمان على رؤيتك لنادي الاسماعيلي، المشكله فين بالظبط؟ طيب هتكلم الاول على نادي الاسماعيلي. المشكله في نادي الاسماعيلي الحقيقه للأسف الشديد، وأنا بقول للأسف الشديد يا هاني، الإدارة بتتعامل مع ملف الكورة والنادي وبتاع، أنا في رأيي يعني بتعالي شوية. لا أنا مفروض أجيب الناس الخبرات اللي عندهم يعني نجوم كبار جدا طبعًا. يعني فيهم مثلا الكابتن علي أبو جريشة طبعًا. فيهم لعيبة كبيرة جدا موجودة ويعملوا تكوين فرقه. طب النهارده انا اقول لك حاجه هاني، انا شفت مباراه الاسماعيلي مع الترجي في المباراه اللي فاتت اللي غلبوا 3 اللي غلبوا 3، انا في رايي في لعيب الكوره ما تقربش حتى من سور نادي الاسماعيلي. ما ينفعش في لعيبه جوه ال 11 لعيبه بعيده خالص فنيا. مين اللي جاب اللعيبه دي؟ يعني انت بتجيب مثلا واحد مثلا يكون وكيل وثقة مثلا رئيس النادي فيه ولا ثقة مش عارف ايه فيه، هو اللي يجيب لك اللعيبه؟ يجيب لك اللعيبه بتاع ايه؟ طب ما تغيير المدربين ليه اثر طبعا. طبعا تغيير مدرب يعني انت نادي الاسماعيلي مغير 11 مدرب في خلال فتره سنتين ولا حاجه. صحيح. 11 مدرب يعني. طب انت النهارده جبت ريكاردو، طب ما انت جايبه وهو كان عندك. صحيح. طب انت جايبه رجعه تاني. طب انت جبته ليه؟ طب ما هو انت التجربه اللي جه معاك فيها كانت فيها فشل ومشي، مشيته انت. طب انت جايبه ويعمل لك تكوين فرقه وانت يعني. انا هقول لك حاجه، مباراه الترجي مباراه البطوله العربيه دي لو الاسماعيلي كان كسب وكان راح للنهائي خد بطوله دي كانت هتعمل له مثلا يعني نقله مثلا ل10 سنين جايين. مباراه الرجاء كانت عملت له نقله على مستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. طبعاً يعني طبعاً احنا كلنا بنحب نادي الاسماعيلي طبعا، وعشان كده صعب يعني الواحد بيتكلم من منطلق حبه لنادي الاسماعيلي طبعاً. حضرتك شايف ان مشكله الاسماعيلي الحاليه في متمثله في مجلس ادارته؟ اكيد بدون يعني ما حد يزعل يعني اكيد في مجلس اداره طبعا يعني انا بقول لك يعني النهارده نادي الاسماعيلي هو ما بيصعبش على الناس دي اذا كان بيصعب علينا احنا. يعني الواحد بيحب كره الاسماعيلي حقيقي، الواحد كان بيستمتع بكره الاسماعيلي نادي الاسماعيلي. طب يا جماعه في ايه يعني انتوا هل مثلا الفرقه دي انتوا بيهون عليكم ان انتوا تشوفوا فرقه الاسماعيلي زي مباراه الرجاء كده ادائهم الفني ده بعيد خالص ده الراجل في الجون الاولاني بيعمل ضربه جزاء يعني صعبه جدا يعني. يا جماعه ده ايه ده يا جماعه يعني صعبه، مفيش اي فكر ده
يعني اي فكر اهاني ان انا اعمل ضربه جزاء بالسذاجه دي ويمكن دي كانت نقطه تحول طبعا في يعني طبعا. انت كنت ماشي 0-0 وكل ما الامور بتمشي هو بيتوتر، هو هيتوتر وانت هتزداد ثقه في الملعب. طب الكره دي ضيعت الجيم. ففي لعيبه في نادي الاسماعيلي حاليا، واقول لك حاجه هاني، وعدد مش مثلا هقول لك 2 لعيبه 3 لعيبه، لا للاسف الشديد الفرقه متكونه بشكل بعيد خالص. وده ان شاء الله نتمنى. طب وده اللي خلينا نروح للكونفدراليه كمان وخروج المقاولين من الكونفدراليه، نتكلم بقى يعني بنتكلم عن ايه؟ حسابات مختلفه في الدوري؟ لا هو انا بقول ان مباراه الحقيقه اللي خسرها نادي المقاولين العرب، اعتقد ان هم كان عندهم ظروف صعبه جدا. مدير فني عماد النحاس كان كورونا، وحتى المساعد بتاعه كان كورونا، وفي لعيبه كانت بعيده، ورغم ذلك هم ادوا اداء كويس، لعبوا احسن يعني احسن ما لعبوا هنا بصراحه. طبعا يعني هم هنا كانوا يتغلبوا 2-3 نادي المقاولين، هناك عملوا جيم قوي جدا وجيم كويس قوي. والحقيقه يمكن انا في رايي ان هم كمان تحكيميا اتظلموا مثلا في كوره، رغم ان هي في كوره كان داخل ال 18 ضربه جزاء والحكم حسبها بره، لكن الكره الثانيه ما كانش فيها ضربه جزاء واتحسبت ضربه جزاء وخرجوا بيها يعني. لكن هم ادائهم كان كويس وادائهم طوال المباراه الحقيقه كان اداء قوي جدا، وكان ممكن يكسبوا الحقيقه. طبعا الوارد ان انت مثلا في 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 مباراه تخسريها عدم توفيق يعني، لكن انا في رايي ان حتى عماد النحاس وهو في القاهره وهو بيديرها مع المساعدين بتوع ادارها بشكل كويس قوي وعملوا جيم كويس قوي. عماد النحاس كان الموسم اللي فات من المدربين المميزين جدا الحقيقه في المسابقه، مسابقه الدوري، فخلاص ماتش وخلص ويفكروا في الدوري بقى، ماتشات الدوري. في ترتيب الجدول الدوري يا كابتن بداياته عندك مفاجآت يعني قبل بدايه الدوري او مع بدايه الدوري قلت لا، ولما تبص دلوقتي للجدول الدوري تقول الفرقه دي لا مفاجاه انها في المركز ده، عندك ملاحظات على ترتيب الجدول رغم لسه الدوري بدري، لكن لغايه الاسبوع السابع ملاحظاتك على ترتيب الجدول نفسه؟ يعني انا هقول لك حاجه، يعني فرقه مثلا سيراميكا احنا الناس كلها بتشيد بيها وبتشيد بادائها وكده، لكن انا في رايي برضك ان فرقه سيراميكا عاملين حاجه المفروض يا هاني ان هي كانت تدخلهم جوه المنافسه بشكل قوي وجوه تجميع لبناط بشكل قوي، اللي هي ايه؟ ان هم جابوا مجموعه من نادي المقصه، جابوا 5-6 لعيبة من نادي واحد، فده حتى يسهل لك التجانس يعني، حتى مزبوط انت يعني يسهل لك التجانس، ما تاخدش ما ياخدش وقت بسرعه جدا. فلسه انا بقول يعني الفرقه دي جايه، بس جايه بقى مفروض ان انا استغل الحقيقه اللعيبه الكبيره جدا، لعيبه اسماء كبيره جدا ولعيبه عندها خبرات في الدوري الممتاز، ممكن يعملوا نتائج طبعا هايله ونتائج ايجابيه بشكل احسن من كده كمان، احسن من كده. وجود الجونه في المركز الثالث دلوقتي طبعا الجونه مفاجاه بقى. الجونه هم المفاجاه، انت عارف ايه؟ بلا امكانيات ماديه او بامكانيات يعني بعيده محدودة. مش زي سيراميكا، مش زي بنك اهلي، مش زي فرق، مش زي طبعا بيراميدز اللي هو عامل تفوق مادي على كل انديه مصر حتى. الجونه الحقيقه لا يعني رضا شحاته شاده يعني بيه طبعا، وبحقيقه بادارته ل90 دقيقه وانت بتتفرج على مباراه الجونه في اداره ل90 دقيقه صحيح، تحس ان في مدرب بيحرك اللعيبه، مدرب بيوظف اللعيبه، موظفهم بشكل كويس قوي، بيتحركوا في الثلث الوسطاني، بيتحركوا في الثلث الهجومي، بيتحركوا في الثلث الدفاعي بشكل منظم جدا وبشكل فعلا في جمعيه صحيح، يعني في جمعيه. ومهم جدا ان النهارده رابع مباراه، اعتقد رابع مباراه على التوالي كلين شيت بالنسبه لفريق الجونه، طبعا شيء هايل انه بيلعب 4 مباريات على التوالي من غير ما يخش فيه هدف بالظبط. وهنا لازم تروحي للاداء الجماعي الدفاعي، مش الاداء مش بس هتقول الحارس المرمى هتقول الاربعه صحيح. المدافعين لا، هم بيدافعوا كمجموعه وبيدافعوا بجمعيه هايله صحيح. ومتحفظين يعني ازاي بيضغطوا في الجناب وازاي بيقفلوا وسط الملعب وازاي الجنب الثاني بيعمل الميل صحيح. مفيش مساحات عندهم تضربهم بالزبط. الحقيقه يعني من ضمن الفرق اللي انا الحقيقه يعني معجب جدا بأدائه. ده حقيقي ده حقيقي. سريعا جدا ازمه تغيير المدربين يا كابتن، اللي يعني للاسف يعني جايبينها معانا من الموسم اللي فات وبنعاني منها في الموسم ده، سريعا جدا علقت طيب عليها ازاي؟ هو سريعا جدا انا النهارده كاداره نادي ابقى
بجيب مدير فني تمام، ابقى انا عارف عامله دراسه واشوف السي في بتاعه ايه وعمل ايه ونجح فين وما نجحش فين وفشل فين، وبعدين خلاص يبقى في استقرار على المدير الفني ده. لكن احنا بنروح نجيب مديرين فنيين من 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 اوروبا مثلا ما نعرفش حاجه عنهم، وبييجوا هنا يالفوا. يعني انا بقول لك مثلا هو في حد يحط عبد الله سعيد ناحيه اليمين جناح يمين، عبد الله سعيد 10، ولو اتحرك من 10 ده انتوا بتفقديه مثلا ميزه كبيره جدا الحقيقه. لكن حته تغيير المدربين دي مش هتتغير ومش هتتصلح، هي هتبقى موجوده على طول. خلي بالك رغم يمكن اتحاد الكره حط قرار حتى منها شويه يعني انت النهارده بتيجي مثلا فرق انديه شعبيه وانديه فيه جماهير وفي ضغط وبتاع، اول ما بيبقى فيه نتائج سلبيه في ماتشين ثلاثه بيضغطوا ويتغير المدرب. يا نتمنى ان شاء الله كابتن الدوري يستمر بهذه القوه، لانه في اولا واخيرا امتاع وكمان فايده على منتخبنا طبعا. ان شاء الله عنده تصفيات افريقيا وكاس عالم. واكيد الكابتن حسام البدري سعيد بهذا طبعا، يعني اكتر واحد مبسوط بهذا طبعا. يعني المنافسه قويه جدا وهتبرز له وهتطلع له لعيبه على مستوى عالي جدا، وهو حتى في لعيبه خلاص طلعت على مستوى عالي جدا. صحيح. فحتى اختياره للعيبه في منتخب مصر هيبقى سهل وهيبقى منتخب قوي ان شاء الله. شرفتنا يا كابتن، ربنا يخليك يا سيدي، ربنا يخليك شكرا جزيلا. بعد الفاصل كلام كثير جدا عن بطوله كاس العالم لليد المقامه حاليا في مصر من 13 ل 31 يناير 2021. لسه مع حضراتكم في البيت الكبير، فقرتنا الأخيرة مع اثنين من أهم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر الحياة لكرة اليد السابقين، الكابتن محمد عبد الله نجم الأهلي السابق لكرة اليد، والكابتن محمد عبد الوارث أيضا نجم الأهلي السابق لنفس اللعبة. بنرحب بيكم، كلام كتير جدا مع اللعيبة في كل حاجة ليها علاقة بمنتخب مصر كرة اليد ومونديال كرة اليد والافتتاح طبعا المبهر ومباراة منتخب مصر أمام منتخب تشيلي والفوز بنتيجة 35-29 ونظامها، المنتخبات المشاركة، فرص منتخب مصر السنة دي عاملة ازاي. برحب بحضراتكم مره ثانيه، برحب بيك يا كابتن عبد الله، برحب بيك يا كابتن عبد الوارث. كابتن منورين البيت الكبير، وشرف تكونوا موجودين معانا. انتوا يعني من رجال كره اليد اللي كان ليهم باع طويل جدا في هذه اللعبه اللي اثرت بقى دلوقتي بقت لعبه شعبيه على مستوى كبير جدا، وخاصه من 2001 عندنا كواليس كتيره جدا وعندنا حكايات. نظرتكم الفنيه ايه لمنتخبنا ان شاء الله؟ لكن يعني اطلع تقرير، والتقرير ده خاص جدا بمدى الإعجاز والإنجاز اللي عملته مصر في افتتاح هذه البطولة العالمية كرة اليد للمرة 27. نشوف تقرير عن افتتاح هذه البطولة الغالية، بطولة كأس العالم لليد رقم 27. وسط أجواء احتفالية مبهرة عكست في مجملها الحضارة المصرية القديمة والتقارب بين الشعوب والحضارات، تم افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها 27 أمس الأربعاء في مهد الحضارة مصر، بحضور عدد كبير من مسؤولي العالم يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أعلن عن انطلاق البطولة رسميا. ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالضيوف جميعا، وأكد على أن استضافة هذا الحدث الكبير يعطي رسالة أن العالم أصبح قادرا على التعايش في ظل الوضع الجديد بسبب جائحة كورونا، وشدد على ثقته في أن كل شعوب العالم ستتجاوز هذه المحنة وتخرج منها أكثر ترابطا وتماسكا في مواجهة مثل هذه التحديات، وستكون كذلك أكثر فهما لمبدأ التعايش السلمي والأمن بين الجميع. وبدوره أثنى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على الاستعدادات المصرية الكبيرة لاستضافة البطولة والتجهيزات التي قامت بها مصر من أجل تنظيم بطولة تنال احترام وإشادة العالم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها كوكب الأرض مع تفشي فيروس كورونا المستجد وتسببه في إلغاء الكثير من البطولات والفعاليات العالمية. وبعيدا عن التنظيم الجيد والرائع والذي أكد أن إرادة مصر صلبة ولا يمكن أن تنكسر أمام أي شيء، فقد أبهر منتخب مصر الأول لكرة اليد العالم كله في المباراة الافتتاحية بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه ونجاحه في تحقيق الفوز على نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 35-29،
ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على تحقيق إنجاز يذكر في هذه النسخة من البطولة العالمية. كما لفت الأنظار خلال المباراة عدد من نجوم منتخب يد الفراعنة في مقدمتهم الموهوب يحيى الدرع الذي توج بلقب أفضل لاعب في المباراة من قبل اللجنة المنظمة للمونديال. وكان الانتصار على شيلي هو الأول لمنتخب مصر لليد في مباراته الأولى في المونديال منذ نسخة 2015 حينما تغلب على الجزائر بنتيجة 34-20. الحقيقة أنا عايزة أبدأ معك كباتن باللي جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن أنه هذا الحدث التاريخي بينظم لأول مرة وأن احنا علينا أن نتعايش في ظل هذه الظروف مع جائحة كورونا يا كابتن عبد الله، وده دي فرصة للتعايش حتى يعني التعايش السلمي والأمني بين الجميع، وده مهم جدا، كلام مهم جدا وضروري في هذا التوقيت وبيعطي رسالة مهمة للعالم أجمع. كابتن عبد الله، هو طبعا بتشرف مع حضرتك في من خلال البرنامج يعني، واحب اوضح للساده المشاهدين ان كون ان البطوله تبقى على ارضنا في ظل الجائحه بتاعت كورونا على مستوى العالم كلها، وان احنا نقول للناس ان مصر في امان ونقدر ان احنا نعمل بطوله يتحاكى بيها الدول المشاركه، دي حاجة كويسة طبعا، وبتدي انطباع لمدى حضارة مصر ومدى قوة مصر على المستوى الدولي. طبعا حاجة كويسة طبعا ان تقام البطولة على في مصر هنا في ظل الجائحة دي. فطبعا تبقى حاجة كويسة، كان نفسنا طبعا يكون البطولة بجمهور عشان نثبت للناس ان احنا فعلا شعب متشوق لرياضه زي رياضه الهاندبول. بس طبعا الظروف جت على اساس ان برضو امن زياده او امن اكتر بالنسبه للفرق المشاركه. فطبعا نتمنى ان من خلال المشاركه بتاعت مصر ان احنا نوصل للادوار النهائيه ونبقى على مستوى الحدث، ان احنا نقدر ان احنا ننظم وان احنا نبذل اقصى جهد ان احنا نبدا يعني ان احنا نخش ضمن المنتخبات الكبيره اللي على مستوى اللعبه. طبعا اخر بطوله كان عندنا فيها مركز ثامن، فاحنا كنا نامل ان من خلال الجمهور ان يحصل تطور في الاداء بتاع اللعيبه بحيث ان احنا نوصل للادوار النهائيه في ظل الجمهور المشارك. ده حقيقي، هي مسابقه ليها كمان، البطوله دي ليها يمكن اول مره في تاريخ البطوله بتقام ب 32 فريق، ودي اول مره تقام، وده كان تحدي اخر لمصر، لك الحمد لله يعني الامور لغايه دلوقتي ماشيه اكتر من رائعه. طبعا احنا عارفين المنتخب التشيكي اعتذر والمنتخب الامريكي أمريكا. ودخل مقدونيا مكانه هو والمنتخب السويسري. كابتن عبد الوارث، عايز اشوف او اسال حضرتك في نقطتين. شفت ازاي الافتتاح من خلال الاحتفالية يمكن الصغيرة شوية لكن كان أداء أكتر من رائع على جانب التنظيم، وعايز أعرف رأي حضرتك كمان في مجموعتنا، المجموعة اللي احنا بتقع فيها مصر، وبداية أو انطلاقة منتخبنا بالفوز على المنتخب التشيلي يعني بفارق 6 أهداف. أول حاجة طبعا بالنسبة للافتتاح، طبعا أنا يعني من وجهة نظري طبعا هو مش افتتاح اللي هو بالكم اللي كانت الناس كانت مستنياه، طبعا للظروف اللي طبعاً احنا موجودين فيها، بس طبعا حاجة مشرفة، حاجة احنا بنقول كده يعني هو حاجة سيمبل كده جميلة بالنسبة لنا. صحيح. تشرف بلدنا. هنرجع نتكلم على المجموعة بتاعتنا. مجموعة مصر معانا سويد، معانا بدل تشيك دخل مكانها مقدونيا، تشيلي. كانت بدايتنا مع تشيلي وضع طبيعي، المستوى اللي ظهر بيه المنتخب المصري في ماتش تشيلي ده وضع طبيعي، الناس ما تقلقش منه. في الوسط اللي احنا منتخب ما عملش اي فتره اعداد، هو مجرد ان هو كان تجمعات موجوده هنا، هو لعب ماتشين مع اليابان والبحرين، مع اليابان ومع البحرين، ما كانش فيه كم الماتشات او اللي هو الفكر اللي كان المدرب كان حطه او البرنامج اللي كان محطوط ان هو في معسكرات خارجيه، في بلاد هنسافر فيها، في بلاد هتجيلنا.
طبعا كل الكلام ده في ظل الكورونا توقف كل الحاجات دي، ده بالنسبة للمنتخبات كلها، فده اللي بين شكل المنتخب مش المستوى اللي كان الناس كانت متوقعة. بس ده وضع طبيعي ان هي كبداية لينا في البطولة مع ماتش تشيلي، ماتش فرقة متواضعة، فرقة مش التوب اللي هي الموجودة من المنتخبات، فدي بداية بتبقى بالنسبة لنا أحسن، اللعيبة تبدأ تستوعب تاني وتبدأ ترجع، تبدأ تخش جو البطولة. وطبعا تأثير الجمهور ده كان واضح جدا، ان اللعيبة يعني واحنا بنلعب موضوع الجمهور طبعا بالنسبة لنا بيفرق 360 درجة، ان انت بتبقى قاعد مستني ان انت جاي، الناس اللي جاي لك دي انت عايز تخليهم يروحوا مبسوطين وفرحانين، فطبعا بالنسبه لنا دي كان حصل برضو تاثير صوت الجمهور نفسه يعني. بالظبط، هو بيأثر كتير جدا اللعيبه في الملعب. صحيح. وبيدي احساس ان الواحد لما كمان لما بتلعب على ارضك وفي وسط جمهورك هنا بتحس بامان اكتر، فبتبقى تبذل اقصى جهد عندك على اساس ان تطلع كل حاجه عندك في خلال المباراه. صحيح. طبعا زي ما قال الكابتن محمد، الماتشين بتوع البحرين والماتشين بتوع اليابان ما يقدروش يخلي المدرب يقف على تشكيلة معينة أو إن هو يقدر يلعب بالشكل الأمثل، لأن طبعا برضو المباراة الودية بيبقى لها عامل كبير في الخطة بتاعت الإعداد. كون إن يحصل البداية تبقى بالشكل دوت مثلا شوية، ممكن حصل دروب في بعض الأوقات في المباراة على اساس برضو ان احنا خدنا طمانينه ان الفرقه اللي قدامنا مش بالمستوى اللي هو، فقدرنا ان احنا برضو من خلاله ان المدرب يوزع الحمل بتاع المباراه على اللاعبين كلها، وفي نفس الوقت بيريح اللعيبه. فده برضو حاجه كويسه ان كله خد احساس الملعب وكله بدا ان هو يشارك. طبعا المباريات اللي جايه ليها حسابات ثانيه، اكيد ماتش مقدونيا ان شاء الله يعني يبقى فيه فوز باذن الله يقدر يدخلك على ماتش السويد، وانت برضو ايه يعني عندك دافع ان انت تقدر تطلع اول مجموعة وتبقى حاجة كويسة، تقدر تصعد بالنقاط بتاعتك من الادوار التمهيدية للدور الثاني. عايز اتكلم عن فرص مصر في مجموعتها، خاصة بعد ما تم استبدال تشيك بمقدونيا الشمالية، بس حضرتك اتكلمت في جزئية مهمة جدا لأول مرة بتحصل النهاردة، انه يتم لعب البطولة ديت وانت فاقد لعامل الجمهور، العامل المساعد ان انت تحقق بيه مراكز متقدمة زي ما عملت قبل كده وحققت المركز الثامن. ده ممكن لا قدر الله لا قدر الله يفقد مصر انها تحقق مراكز متقدمة السنة دي؟ لا ان شاء الله برضو هيبقى برضو كون ان البطوله في على ارض مصر تدي حافز برضو ان ما ينفعش ان انت تخرج بالادوار الدور الثاني او ان انت تبقى المركز بتاعك متاخر. برضو الحماس برضو بيبقى واحد على اساس ان اللعيبه برضو ما ينفعش تبقى موجود بطوله زي دي في مصر وانت يعني برضو بتفرط في بعض المراكز المتقدمة اللي انت ممكن تقف فيها على رجلك. أيوة. وان انت تقدر تقول ان انا ما بين السبع الكبار، وبعدين كده كده البطولة مقامة في ارضك، الناس فده اكبر عامل الحقيقة. اللعيبة حاسة ان مصر كلها بتتفرج عليها طبعا مع البطولة ودخول البطولة، وان شاء الله يعني ان شاء الله نخش الدور اللي جاي والاهتمام كمان هيبقى اكبر انا متاكد، واللعيبه جوه الملعب حاسه ان مصر كلها بتتفرج عليها، فده كمان مش هيعوض احساس الجماهير داخل الصاله. لكن هي قصه بس يا كابتن هاني ان احنا طبعا لمسنا حته الجمهور مع طبعاً اللعب جوه الملعب، فطبعا عامل الجمهور دوت معانا ضد الفرق الثانيه. يعني الفرق الثانيه هياثر على الفرق الثانيه مش هياثر علينا احنا، الحماس هيبقى واحد وكل حاجه ممكن بنعدها ان احنا نفضل نظهر باحسن صوره دي هتبقى موجوده، بس عامل الجمهور ان هو ممكن كان يبقى عامل مؤثر على الخصم. ده حقيقي. هو كمان نقطه ان لعيبه اول مجموعه اللي موجودين دول معظمهم شباب، احنا غيرنا تقريبا دم الفريق كله. فعندنا مجموعه شباب كبيره، بالنسبه لهم ان هي تتلعب بطوله كاس عالم على ارضه دي بالنسبه له ما اعتقدش ان هو ولا واحد فيهم هيقدر يفرط فيها. كمان بالنسبه للعناصر الشباب اللي هم مواليد 2000 الثلاثه الموجودين دي بالنسبه لهم هم واخدين كاس عالم شباب، فدي بالنسبه لهم حافز كبير جدا ان هو يبقى موجود على ارضه. طبعا مفيش جمهور اوكي مفيش مشكله، بس انا بلعب في ارضي بلعب كاس عالم كبير، بالنسبه له دي حاجه هتبقى مختلفه وما اعتقدش ان ولا واحد فيهم يقدر يفرط فيها. من هنا اخد برضو من كلامك يا كابتن ان احنا عندنا مجموعه شابه وعندنا الحمد لله مجموعه من المحترفين، يعني عندنا مزيج
اعتقد كبير جدا ما بين انت منتخب و... منتخب الناشئين حصل على كاس العالم، منتخب الشباب خد ثالث العالم، وعندك احنا كمان عندنا مجموعه 7 محترفين في دول متقدمه على مستوى كره اليد. فالمزيج دوت حضرتك شايفه ازاي، وازاي نستفيد من هذه التوليفه ان احنا نوصل ان شاء الله لابعد نقطه؟ هي بالظبط هي النقطه دي مهمه جدا، ان احنا دلوقتي بقى عندنا موضوع الاحتراف، ان اللعيبه تقدر تسافر بره تحترف، وعندنا مجموعه كبيره، وعندنا لعيبه في دوريات قويه جدا زي الدوري الفرنسي. عندنا محمد سند واخد احسن وينج رايت في الدوري الفرنسي، هداف، فعلي زين محترف في الشارع الاماراتي، عامل تقريبا بقى هو دلوقتي رقم واحد في دول الخليج. عندنا كمان كريم هنداوي حارس مرمى متميز جدا، هو ده عنصر الخبره، معاه عصام الطيار، معاه حميد، يقدروا هم الشباب معاه في ظهره دايما. عندنا مين تاني؟ عندنا يحيى خالد في فيش بريم النجري، ده من اقوى الفرق اللي موجوده في ودودو العالم، بيلعب في فرنسا، ودودو مواليد 2000 لسه برضو ما لسه طالع فرنسا السنه دي، بيلعب فيه مع سنه طبعا ومع سند في نفس الفريق، فدي برضو بالنسبه له ان هو يكون معاه واحد مصري لعيب معاه في المنتخب، دي بتدي له حافز كبير وبيبقى سبورت ليه في كل حاجه. فاحنا عندنا مجموعه، يعني انا شايف ان فتحه الاحتراف في الفتره اللي فاتت دي فادت منتخب مصر، بالتالي ان هو قدر ان كاس عالم السنه اللي فاتت الكاس عالم الاخير ان احنا نقدر ناخد ثامن عالم، دي بالنسبه لنا هي دي الكات البدايه، ان انت بتلعب على مستويات عاليه، الفكر بقى مختلف للعيبه، الاحتكاك بقى اكتر، بقى اعلى في المستويات العاليه دي، فده وضع طبيعي ان انت تبقى موجود على منصات التتويج ان شاء الله في كاس عالم ده، ان شاء الله نبقى من المربع وناخد ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله. بالاضافه للي حضرتك قلته كمان ما ننساش يعني دور المدير الفني الاجنبي، صحيح طبعا، يعني برضو عامل كبير، مدرب اسباني واللي قبليه برضو كان اسباني، والعامل الكويس ان كابتن مجد ابو المجد برضو موجود معاه، كابتن مجد ابو المجد برضو من الناس الكويسين الممتازين وحصل على بطوله العالم، فدي برضو يعتبر عامل مؤثر في الجهاز الفني على اساس ان هو ينقل برضو الصوره برضو من المدرب للاعبين، وفي نفس الوقت برضو نقل الخبرات بتاعته. نعم. ان هو كان لعيب برضو كويس ومدرب حصل على مركز اول طبعا بطوله عالم، يعني على مستوى عادي جدا طبعا ما حدش يقدر يتكلم فيها، فدي برضو حاجه كويسه ان برضو تدي ثقه للعيبه نفسها. صحيح صحيح. هنخش شويه يمكن مش تحليل فني للمباراه اكتر من انه زي ما حضرتك قلت كنتم متوقعين او احنا كنا متوقعين مستوى افضل، لكن نتيجه الظروف ونتيجه بعض الغيابات، وكان مفاجاه بالنسبه لنا غياب احمد الاحمر عن التشكيله في مباراه البدايه، واسلام حسن برضو واسلام حسن كمان. فانت شايف دي كانت يعني رؤيه فنيه انه خلاص هو عارف المباراه او يشتغل على قد المباراه، وخلين مخلين برضو الكروت المهمه في ايدينا لمباراه مهمه؟ طبيعي طبيعي، يعني كبدايات يعني بطولات كبرى زي كاس عالم او كاس امم افريقيه، المدرب برده ما بيحبش يرمي كل الورق بتاعه، وبيحاول ان هو يحتفظ بالاوراق بتاعته اللي ممكن تقدر تنجحه في المباريات اللي هي القويه شويه، فهو برده حب ان هو يشارك بالمجموعه اللي هي كانت اول مره تلعب مع التيم دوت زي دودو وسيف الدرع، وفي ناس طبعا كخبرات، يعني ان هي قدرت تنقل الخبرات ديت للاعبين اللي هم اول مره يشاركوا برده في البطوله دي، فدي كانت عامل كويس ان اخد ثقه كاحساس ملعب وبطوله زي دي على ارضي وبتاع، فان انا تبقى انطلاقه ليا ان انا ابدا ابص على الماتشات اللي جايه بشكل تاني، وزي ما قلت لحضرتك الماتشات اللي جايه ليها حسابات تانيه ممكن ما تاخدش الاطار اللي هو ان كل اللعيبه تشارك، لكن بيبقى في لعيبه هتشارك بمعدلات معينه. صحيح. وفي تثبيت تشكيل اكيد طبعا في المباراه اللي جايه على اساس ان انا اضمن نتيجه عشان اخش كاول مجموعه او تاني مجموعه ان شاء الله قبل مباراه السويد، فطبعا دوت كل الكلام دوت معمول فنية. حسابه والجهاز الفني برضو زي ما احنا بنتكلم على اساس ان احنا ممكن نحلل حاجه، وحضرتك مثلا ممكن تسال سؤال هو برضو بيقعدوا يذاكروا مع بعض كجهاز فني، وبيبقى كله بياخد اراء بعض على الترابيزه،
وكل واحد بيشارك برايه، وفي الاخر بتبقى مهمه الجهاز الفني هي تطبيق الخطه المناسبه يعني. واحنا بنتكلم على الفنيات، هي المباراه اللي جايه لمنتخب مصر امتى؟ يوم السبت. يوم السبت اللي جاي ده، ما احنا بنتكلم بقى مع مقدونيا الشماليه بدات شيء. دي مباراه يعني حساباتها عامله ازاي يا كابتن عبد الوارث؟ والله مباراة مقدونيا حساباتها هتبقى مختلفة تماما. النهاردة كان مقدونيا خسرت من السويد، كانت من السويد مقدونيا والسويد كان في المجموعة دي. مقدونيا النهاردة ظهرت بشكل متواضع جدا، كان الفريق كبير في الاهداف، فرق 12 هدف فرق 12 هدف تقريبا او 11 هدف. كان ظهرت بشكل متواضع جدا، ده وضع طبيعي ان هي فريق مش متاهل اصلا لكاس عالم، ان هو يبدا يلاقي نفسه في اخر لحظه يبقى موجود في كاس عالم. طبعا ده اكيد فيها كان امبارح بالظبط اللي هو في اخر لحظه هو وبعد يوصل وجم لعبوا يعني على طول بالظبط. فهو ده بيتكلم ان نفس الحاله لسويسرا، بس سويسرا جت كسبت برضه، في فرق امكانيات لعيبه كمان مقدونيا العامل السن كبير في الفريق كبار، فهو ده اللي اثر عليهم. فماتش مقدونيا انا شايف من وجهه نظري ان هو المفروض منتخب مصر تبقى بدايته اقوى من بدايه ماتش تشيلي، يلعب بالطقم الاساسي بتاعه في البدايه، ان هو يقدر يخلص الماتش من البدايه، عشان ماتش مقدونيا تختلف تماما عن تشيلي، عندها خبرات، عندها ناس لعيبه خبره في الملعب انها تقدر تلم الماتش، لكن مش زي ماتش تشيلي ان هو يبقى الموضوع سلس في الملعب. فدي مهمة جدا عشان ما يحصلش أي ظروف أو أي دروبات في الجيم، فدي مهمة جدا إن هم لازم يبقوا مركزين فيها. أنا شايف من وجهة نظري أنا بلعب بالقوام الأساسي بتاعي، كل العالم عارف أنا مين القوام الأساسي بتاعي. ما فيش حاجة مستخبية بالظبط، ما بقتش في حاجة مستخبية، فهو وضع طبيعي إن أنا لازم أبدأ بالقوام الأساسي بتاعي، أخلص الماتش الجيم بتاعي أخلصه من البداية، أبدأ أشارك المجموعة اللي تقدر، اللي أنا شايف إنها أقدر أدخلها عشان الفترة الجاية تبدأ تاخد ثقة في نفسها، تبقى موجودة مع طبعا مش ما يبقاش المجموعة كلها، عشان هو مش هيقدر يعمل نفس اللي عمله في ماتش تشيك، إن هو كان بيطلع ثلاث لعيبة وينزل ثلاث لعيبة، فالموضوع ده ما أعتقدش إن هو هيعمله في الماتشات الجاية، مش هيتكرر. الموضوع هيبقى صعب الماتشات الجاية، الموضوع الثانية بتفرق معانا. ماتشات الهاندبول، وده حصل النهارده في ماتش الجزائر والمغرب. ماتش الجزائر والمغرب، المغرب كسبانه طول الماتش 7-3 و4، في اخر دقيقتين الجزائر كسبت فرق واحد، فاحنا هي لعبه الهاندبول مختلفه تماما على الالعاب، في لحظه ممكن صحيح ممكن الدنيا تتغير خالص، لعبه الثواني بالظبط، هي دي عندنا طبعا، وخاصه ان احنا المباراه يمكن الاهم هي مباراه السويد، لان السويد تعتبر بطل عالم أربع مرات بطل عالم. أنا من وجهة نظري أنا بخاف، أنا لا بص، هو طبعا السويد طبعا ده أهم ماتش، بس أنا أخاف إن أنا الفرق اللي ما عملش حسابها أنا دي أخاف منها، ما ينفعش. لا ما مش أنا دي أنا دي دي من وجهة نظري برضه زي هو طبيعي زي الكورة، يقول لك الفرق الكبيرة اللعيبة بتستعد بشكل مباشر، وإحنا قابلنا الحاجات دي كتير، إن أنا ببقى نازل مركز في البطولة. كان ليك قبل كده ليا طبعا إن أنا في بطولات أفريقية بطولات عالم ببقى نازل إن أنا مركز على ماتش مهم بالنسبة لي، الماتش التاني أنا نازل عارف إن هو هيبقى فريق متواضع اللي هو الفريق المتواضع الباد لك بيحصل خلاص، ما الموضوع عندنا كمان في الهاندبول بيبقى الموضوع صعب جدا. والنتائج نفسها مع الفرق اللي زي دي، يعني لو فرقه اقل فنيا مثلا وانا جاي هلاعبها بتفرق مع اللاعبين نفسهم، يعني لو انا مدرب وواقف بره الخط ببقى ممكن ابقى قلقان شويه ان اللعيبه بتاعتي ضبط المباراه مثلا كويس ومش عامله حساب الفرقه ومش بتحترم الفرقه من دماغ. فالتخوف بيبقى بيجي من الحته دي. حصلت لك يا كابتن عبد الله في تجربه حضرتك عشتها؟ طبعا حصلت لي وانا لعيب وانا مدرب والله بقاسي ساعات منها كمان، يعني دايما عشان تحس بالمدرب اكيد وانت كنت لعيب غير وانت طبعا ساعات بتبقى مباريات اقل نسبيا من الفرق اللي انا بلعب معاها، وببقى عامل حساب ان ممكن فرقتي ما تبقاش موفقه على اساس ان هم مش مركزين قوي في الجيم. فبحاول اعالج الحته ديت بالذات، يعني ان انا بشد قبل المباراه شويه
بحيث ان الناس تركز شويه وبتاع، بيحصل ممكن دروب اول 10 دقايق، نبدا نظبط الامور شويه لحد ما هم يحسوا ان فعلا الفرقه اللي قدامهم، نحاول ان احنا ندوس على نفسنا شويه عشان نجاري الجيم ويبقى ماشي في صفنا. ده حقيقي. طيب هنرجع قبل ما نسيب المجموعه ديت ان شاء الله نتاهل يعني، ان شاء الله باذن الله. حضراتكم برضو تشرحوا نظام البطوله هيبقى عامل ازاي، لانه مختلف خالص عن مسابقات كره القدم ومسابقات كاس العالم للكوره. ان تقريبا بتاخدوا اول ثلاثه، لكن خلينا نتكلم على ان شاء الله مباراه السويد. انا اعتقد برضو مباراه السويد هل بيفرق السكور ديفرنت سكور، يعني الاهداف بتفرق في ترتيب المجموعات، وبالتالي مهم جدا انك تستغل كل مباراه قادر انك تسجل فيها بعدد اهداف اكتر، هل دي بتحدد مثلا اول وثاني يعني عدد الاهداف؟ عشان كده سالت السكور، فرق السكور نفسه. هي بتفرق؟ لا هي بتفرق لو النقط زي بعض ونتيجه بتاعه الفرقتين اللي هم متنافسين تعادل، لكن لو في فرقه فايزه على فرقه ونقط زي بعض بيرجعوا للمواجهات المباشره بين الفرقتين. اوكي. فبيأهلوا اول وتاني على حسب النتيجه المباشره. احنا معانا على التليفون كابتن احمد العطار، احد طبعا المميزين في هذه اللعبه سابقا ونجم ايضا فريق نادي الزمالك الكبير. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك ومنتخب مصر اكيد. ربنا يخليكي وسلامي طبعا للحضور والكابتن العظيم كابتن هاني رمزي. حبيبي يا ربنا يخليك يا كابتن، منورنا في البيت الكبير. كابتن احمد من اللعيبه المميزه جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. كابتن احمد، شايف اولا استضافه مصر لهذه البطوله الكبيره جدا في ظل الظروف اللي يمكن العالم بيمر بيها، شايفها ازاي؟ وكمان شايف البدايات الفنيه لمنتخبنا في اول لقاءاته في كاس العالم امام المنتخب التشيلي. هو طبعا كابتن هاني، طبعا استاذ سام، طبعا العالم كله هيتوقف يعني في لحظه طبعا فارقه. يمكن مصر هي اللي بترسم عوده البطولات العالميه. يمكن شفنا دول كتير كان عندها بطولات تنظيم ابتداء من الاولمبيات لبطولات عالم سباحه لبطولات اوروبا حتى في كره القدم. كل ده بطولات افريقيا، كل ده تاجل، وكل يعني الدول خافت تدخل في يعني تجازف تدخل في يعني حاجات صعبه جدا. ولكن اعتقد يعني نجحت الحكومه المصريه والقاده السياسيين في مصر ان هم يوصلوا رساله للعالم، يقولوا للعالم كله لازم نتعايش مع الفيروس، لازم نعمل كل الطرق الاحترازيه الممكنه، وبعد كده نعيش حياتنا الطبيعيه. لان طبعا ده مصدر رزق الناس كتير جدا، البطولات والمدربين واللاعبين والعالم كله ما يقدرش يستغنى عن الرياضه. لان حتى يعني الرياضه ملهاش اي يعني ملهاش سن معين. فدي رساله وصلت من مصر للعالم كله، وخصوصا ان 32 فرقه لاول مره تتعمل بطوله بهذا الحجم الكبير. وطبعا مصر رائده في التنظيم، لما شفنا حتى بطوله افريقيا القدم رغم ان احنا ما حصلناش عليها، ولكن قدرنا برضه نبعت رساله للعالم ان احنا في التنظيم على اعلى مستوى. نتمنى لمصر ان هي توفق لنهايه البطوله وان شاء الله تعدي البطوله بسلام، ليبدا العالم بقى بعدينا كل اللي عنده بطوله هيستضيفها، سواء الاولمبياد سواء بطوله عالم، يخش بقلب جامد زي ما بيقولوا كده باللغه المصريه، وينظم البطوله ويعمل كل الطرق الاحترازيه، والعالم يبتدي يشتغل تاني يعني في كل مجالاته. صحيح، وده يمكن كان كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي كابتن احمد، ان انت النهارده لازم تتاقلم وتتعايش مع وضع جديد اسمه كورونا فيروس، فلازم وجب علينا يعني خلاص بات علينا هذا التعايش يعني في ظل هذه الأزمة، وإن احنا نتعامل بقى وخلاص يعني. فأكيد كلام مهم ورسائل مهمة. قرار بقى اتفضل. وطبعا الحمد لله نجحنا، والنهارده لما بنشوف الماتشات بتتلعب، وشفنا يمكن امبارح كان مباراه مصر فقط، النهارده احنا شفنا كل اللقاءات يعني اتعملت على اعلى مستوى، والناس كلها بتستمتع بالبطوله، والمستويات شايفين مستويات يعني حتى مستويات اللعيبه اللي جايه. يعني شفنا حاجات ورسائل جميله جدا، شفنا المنتخب الالماني قاعد في الهرم وبيتصور والخلفيه بتاعته اهرامات الجيزه. لا مصر كبيره،
مصر كبيره بناسها ومصر كبيره بقياداتها، واحنا الحمد لله احنا شعب قوي ويقدر يعمل المعجزات. واحنا طول عمرنا البطولات اللي هي الحاجات اللي بتبقى علينا دي بتبقى بالنسبه لنا تملي، احنا بننجح في الحاجات الصعبه قوي يعني. يعني الشعب المصري ده ربنا مديله قدرات في الحاجات الصعبه بيخش بيها وبينجح، فنتمنى ان شاء الله التوفيق. ونخش بقى في اللقاء بتاع امبارح طبعا اتمتعنا بيه، وكانت ضربه البدايه طبعا للمنتخب المصري، المنتخب المتكامل الصفوف عنده بدائل كتيره جدا، قدر ان هو يعني يفوز باللقاء من الشوط الاولاني فرق 7 أهداف في الشوط الاولاني، وابتدى الشوط الثاني يدي فرصه لجميع اللعيبه. وممكن طبعا في ناس يعني انزعجت شويه ان السكور ابتدى يقل وابتدى يعني تشيلي تبتدي تخش في اللقاء، انا بطمن الناس لا ما فيش الكلام ده، هو المدرب حب يجرب كل اللعيبه لان ده اللقاء الاضعف في البطوله في المجموعه، فهو بالنسبه له عايز يجرب كل اللعيبه ويحط بقى من ابتداء من يوم السبت ان شاء الله التشكيل الاساسي للمنتخب المصري الصف الاول ومن البديل وطرق اللعب اللي هيلعب بيها بعد كده، ويطمئن على بقيه اللعيبه لان يمكن احنا ما كانش عندنا ماتشات كفايه طبعا في الاحتكاك قبل البطوله، يمكن لعبنا ماتشين فقط مع اليابان وماتشين مع البحرين، فهو كان الراجل عايز يجرب عايز يطمئن على بقيه اللعيبه. وانا كابتن دايما بقول دايما البطولات الكبيره خاصه بطولات كاس العالم وكاس افريقيا دايما الفرق ما بتبداش بالتوب فورم بتاعتها، هي دايما دخول البطولات والمدربين كمان بيتكلموا ان الفورمه او مع دخول البطوله المستوى الفني بيزيد، فده كمان مطمنا ان شاء الله مع دخول المسابقه والادوار ان شاء الله دور المجموعه ده يعدي ونخش اكيد المستوى الفني هيزيد بشكل كبير يعني. طبعا يا كابتن هاني كلامك 100% طبعا صحيح، لان البطوله لسه بدري فيها يعني، منتخب مصر ان شاء الله عشان يوصل للنهائيات هيلعب حوالي 8 لقاءات، فطبعا صحيح. من البدايه طبعا لازم يكون الحمل التدريبي ان هو يخش بالمستوى بنسبه مثلا، ومعروف طبعا الكلام ده من بدري ان ترتيب الماتشات بتاعتنا تدريجيا، فده ان هو بيخش بفورمه يعني بنسبه 60% ويبتدي يعلى طول الماتشات والاحتكاكات اللي موجوده لحد ما يوصل ان شاء الله للنهائيات ويكون وصل لاعلى التوب فورم بتاعته ان شاء الله. لما كابتن احمد المدير الفني قرر ان هو يعني يريح بعض اللعيبه اللي لعبت امام تشيلي، قرار زي ده راي حضرتك فيه ايه؟ ولما اتكلمت كمان عن انه فرق الاهداف يعني بيقل او بيبقى قريب قليل، ده بيكون يعني بيقلق؟ هو طبعا يعني هو بيبقى فيه، يمكن احنا شفناه في الشوط الثاني لما ابتدى تشيلي يتقرب، يمكن خد تايم اوت في الدقيقه 12 كان حتى اجريسيف كمان في الكلام مع اللعيبه، وكان بينبه عليهم ان هو معنى ان هو بيدي فرصه لبعض اللعيبه ان مفيش تسرع، يمكن حصل بعض من التسرع في اللقاء، ابتدى اللعيبه ان شفنا حسن قداح شفنا احمد هشام اللعيبه الصغيره دي لما نزلت عايزه تثبت وجودها، فكان في نسبه تسرع شويه في تخليص الهجمه، فده يمكن عمل طبعا يعني فاست بريك علينا، فابتدى الامور يعني ايه السكور يقرب شويه، فهو طبعا يمكن خد تايم اوت في الوقت ده وابتدى يهدي اللعيبه وابتدى برضه اثار ان هو برضه لازم يغير، يمكن كان الشوط هو ثبت تشكيل الشوط الاولاني والشوط الثاني كان فيه تشكيلات كتيره يعني، يمكن في لعيبه كانت تنزل في ال3 دقائق وتطلع 5 دقائق وتطلع، ولكن برضه كان في لعيبه مميزه زي اكرم يسري كان متميز جدا، الخط الامامي بتاعنا كان متميز سواء بكار احمد مؤمن محمد سند علي زين كمان اشتغل من الخط الخلفي شويه وكان برضه ظابط الاداء في اللقاء طبعا يحيى الدرع اللي هو طبعا خد مان اوف ذا ماتش وعمل لقاء قوي جدا وكان صانع اللعب وكان بيحاول ان هو يهدي اللعيبه وكان بيحاول ان هو ينظم خطوط اللعيبه ويمشي التكتيك بتاع الفرقه على اساس ما يبقاش فيه حته اللعب الفردي وده اللي احنا بنقلق منه. بالنسبه لنا النهارده لما شفنا كمان السويد مع مقدونيا يعني اتضح ان فعلا مقدونيا اقل مستوى من التشيك، يمكن التشيك اقوى منها طبعا، وهما يمكن باين ان طبعا فرق 12 هدف كتير جدا في اللقاء فارق، اعتقد ان برضه ده لقاء بالنسبه لنا
هيبقى برضو الحمد لله يعني متاح، ومش هنبذل فيه طبعا جهد كبير، ولكن نتمنى ان هو يثبت التشكيل ويبقى كل واحد ياخد الوقت الـ الـ يعني المتاح ليه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرم منتخبنا باذن الله. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد العطار احد اساطير الكره كره اليد، نشكرك شكرا جزيلا على المداخله في البيت الكبير. وارجع للكباتن مره ثانيه وسؤال ترتيب مباريات المجموعه افاد مصر، يعني الترتيب بالنسبه لقوه الفرق ده جاي في مصلحه مصر؟ اه طبيعي، البدايه مع منتخب شيلي ومنتخب اقل نسبيا من مقدونيا واقل من السويد، دي تدي زي صوره تدريجيه لتوالي المباريات بحيث ان انا بصعد بالمستوى بتاع اللاعبين من الاقل للاقوى، فدي طبعا دي اكيد معمول حسابها طبعا برضو ساعه القرعه وساعه التنظيم، ان انا احط المباريات في ميعاد واحد برضو، ان احنا طبعا كبلد منظمه ليك الحريه بتاع ان انت تحط الميعاد اللي يناسب الفرقه بتاعتك، دي برضو افادت الفريق كويس طبعا ان هي تثبت التوقيت وفي نفس الوقت بصعود المباريات التدريجي. تدريجيا قبل لا خلاص اتفضل. قبل ما نسيب المجموعه بتاعتنا، كانت التشيك اقوى من مقدونيا ولا مقدونيا كانت لا يعني لا وضع طبيعي طبعا ان التشيك اقوى طبعا أقوى. هي موجوده كانت اوريدي متاهله متاهله لكاس العالم، الحمد لله اعتذرت فاعتذرت هي هي الظروف بتخدم في اوقات كتيره ان احنا نبقى موجودين وبالشكل ده مع المجموعه بتاعتنا مع التغييرات اللي حصلت ما بين التشيك ومقدونيا، دي حاجه طبعا في صالح المنتخب، وان هو ان انا ابدا الماتشات بتاعتي تدريجيا دي حاجه طبعا في صالح منتخب، وضع طبيعي ان انا اي بطوله باجي اي فريق بيبداها وضع طبيعي ان هو لسه ما بياخدش احساس البطوله، لسه الاجواء لسه ما دخلش فيها اجواء الماتشات كمان بظل الكورونا اللي احنا فيها، فده طبعا اثر تاثير قوي جدا، فدي انا شايف ان هي طبعا خدمتنا ودي في مصلحه المنتخب، وان شاء الله المستوى يبدا يعلى واكتر واكتر ان شاء الله. بتفرق كمان في مستويات اللاعبين على فكره، يعني مستويات اللاعبين نفسها من التدريب طبعا الاقل للاقوى، وزائد اللي احنا كنا بنتكلم فيه العامل بتاع اللعيبه الاقل في السن ان احنا نبدا اول مره يلعبوا بطوله عالم نوصل لهم الخبرات بتاعه اللعيبه اللي هم الكبار اللي متثبتين في منتخب مصر بقالهم فتره، دي بتفرق طبعا كبير على اساس ان هم ياخدوا دفع وفي نفس الوقت ما يبقوش خايفين مثلا مع تولي المباريات بعد كده. طيب الخطوه ان شاء الله ربنا يسهل وباذن الله كلنا ثقه بمنتخبنا هيعدي ان شاء الله، ويبقى ان شاء الله يكون اول مجموعه، لان هتفرق انك اول مجموعه طبعًا. من ثاني مجموعه طبعًا. من ثالث مجموعه. الخطوه اللي بعديها هتبقى ايه ان شاء الله بعد تاهلنا يعني؟ ان شاء الله باذن الله احنا بنلعب المجموعه بتاعتنا، بعد ما بنصعد بنروح للمجموعه الثامنه اللي فيها سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا وروسيا، بنلعب ثلاث مباريات مع المجموعه دي اللي هي الثامنه. المجموعه الثامنه بنلعب ثلاث مباريات بنصعد بالنقط بتاعتنا من المجموعه بتاعتنا، وبنلعب ثلاث مباريات مع المجموعه دي، وبنصعد بعد كده للدور الثاني مع بنقابل المجموعه الثانيه بقى على حسب الترتيب من المجموعات الثانيه. سمعت ان سلوفينيا عامله ماتش رائع وكسبانه فرق تقريبا عملت 50 جول تقريبا او اكتر من 51-29، ف برضه ديت من الحاجات اللي لازم اعتقد المدير الفني بيقول للعيبه ان احنا الستيج اللي جاي كمان الامور بتبقى اصعب. سلوفينيا من الفرق اللي عامله مفاجاه لغايه دلوقتي بالمستوى الاداء اللي ادته هو بالظبط، ان انا الطبيعي الوضع الطبيعي ان هو اي فريق بيبقى داخل او اي منتخب بيبقى موجود في البطوله احنا بنقول عندنا في الرياضه اللي هو لازم اسمع. أيوة. في لقطه لازم اسمع بيها، هم سلوفينيا عملوا اللقطه ان هم بيسمعوا يا جماعه احنا موجودين، احنا موجودين بقوه ابداوا اقلقوا، فهي دي اللي سلوفينيا عملتها. وطبعا سلوفينيا من الفرق المحترمه جدا اللي بتلعب هاندبول، هو احنا ممكن نقول ان هو شبه
اللعب المصري شويه مش اللعب الاوروبي. أوكي. اللي هم طبعا عشان اللعب الاوروبي بيعتمدوا على الاجسام واللعب مختلف تماما، هم عندهم الهاندبول لا مهارة. مختلف عندهم المهاره بتبقى اعلى غير اللعب اللي هو زي المانيا فرنسا بعيد عن اللعب الاوروبي شويه. بالظبط يعني اللعب الاوروبي بيبقى لعب مدرسه البرازيل في الكوره يعني. ايوه بالظبط كده بيبقى هو الفنيات بتبقى يعني بتبقى اعلى شويه. ايوه فدي انا شايف ان هو مقابلتنا لسلوفينيا هيبقى ماتش صعب جدا، شايف من اصعب الماتشات اللي احنا ممكن نقابلها في البطوله كلها. والله سلوفينيا سلوفينيا من الماتشات هتوقف عليها حاجات كتير يعني زي كده. وبالنسبه لينا احنا في المجموعه برضو بتاعتنا مباراه السويد برضو نقدر ندي رساله للفرق الثانيه ان احنا جايين رساله عن طريق السويد. الموضوع كنا ادينا الرساله في المباراه الاولى. لا واحنا فينا حاجه كويسه يعني احنا مباراه السويد بالذات يعني ممكن بنلعب عليهم كويس. وفي التاريخ برضو بتاع منتخبات الشباب والناشئين احنا برضو يمكن بنعرف نلعب معاهم متفوقين في بعض المباريات عليهم. كان يعني معنا السويد في دور الثمانية في كاس عالم للشباب 2015 في البرازيل وكسبناهم وصعدنا لدور الأربعة بعد كده. طب خير يعني ان شاء يعني الله يعني. وحضرتك زي ما بتقول دايما الفرق الكبيره بتلاقي اللعيبه من نفسها بتستعد ومركزه. بيبقى الشكل وضع طبيعي اللعيبه هو يعني. سؤال فني شويه بنتكلم على سلوفينيا دايما بنقول الخط في الكوره بنقول الخط الهجومي خط متميز. هل الخط سلوفينيا باستقبالها 29 هدف خلال المباراه نقدر نقول ان هو عندهم مشاكل دفاعيه شويه؟ هو لا بالنسبه ل 29 مباراه وانت 29 هدف 29 هدف قصدي سوري وهو جايب 51 هدف الموضوع كبير. وشايف ان هو الموضوع كان كانت المباراه كانت الريتم سريع فعلا ان هو اجيب 51 جون. هو انا شايف ان سلوفينيا هي مركزه على الريتم السريع بدايه كاس عالم بتلعب اول ماتش ليها هي بتشتغل وطول عمرها هي رتم الفاست بريك سريع جدا. سلوفينيا دي مدرسه يعني دي مدرسه دي المدرسه بتاعتهم دايما ماشيه كده اللي هو كل حاجه سريعه فاست بريك تنهي الهجمه بسرعه بالظبط. فهي دي اللي بيبقوا شغالين عليها. فهو ده اللي باين في المباراه ان هو يقدروا يجيبوا 51 جون 29 هدف طبعا كتير بالنسبه لو المباراه ماشيه الريتم يعني الطبيعي. احنا لو حسبنا مباراتها كابتن هاني هنلاقي احنا جايبين 80 جول في 60 دقيقه اجمالي الهجمات هنا وهنا ريتم فظيع. فيعني يعتبر هجمات معدلها عالي جدا وفي نفس الوقت الهجمه ما بتقعدش كتير مباراه سريعه فاست بريك يعني يمكن الهجوم السريع اللي طاغي عليها شويه مفيش التحضير مفيش كتير مفيش توقفات الدنيا اتغيرت هجمات او لعبه منظم. الهاندبول بقى بدا دلوقتي اتجاه السرعه ما بقاش اتجاه مش شرط ان هو يبقى فيه اجسام مش شرط ان هو يبقى فيه لازم اخلي الريتم يبقى بطيء واشتغل بتكتيك اشتغل. بقت كل الهاندبول دلوقتي اختلفت تماما كلها سرعات كلها ثنائيات ما بقاش فيه اللي هو زي ما بنقول اللي هو اللي الدنيا بتمشي واحده واحده ان هو ببدا احضر ببدا اجهز ما بقاش بقى فيه سرعه ما بقاش فيه دلوقتي الموضوع تحضير كتير الريتم بقى اسرع دلوقتي كتير بقى دلوقتي خلاص الهاندبول دخلت في الريتم ده خلاص ما اختلفت تماما عن الفترات اللي قبل كده. سلوفينيا قلقانين منها في منتخبات تانية سريعا جدا عشان عندنا فاصل بس باسم واحد او اثنين ان شاء الله نعدي المباراه ان شاء الله باذن الله. بعد الفصل لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير. بنرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير لسه بنتكلم عن الحدث الأبرز الحدث العالمي والتاريخي اللي بينظم على أرض مصر مونديال كأس العالم لكرة اليد من 13 يناير ل 31 الشهر. طبعا بنتكلم عن تنظيم مشرف جدا صورة أكثر من رائعة. معنا دلوقتي على التليفون الكابتن خالد فتحي نائب مدير هذه البطولة. برحب بيك يا كابتن خالد وألف ألف مبروك على هذا التنظيم المشرف والصورة دي. مساء الخير يا فندم وسلامي طبعا للجميع وكل اللي موجودين في ضيوف حضرتك هم نادي الأهلي الكبير طبعا في كرة اليد وكابتن هاني رمزي أظن
وشكرا ليك ولقناه النادي الاهلي. اهلا بيك، مشرفنا طبعا الكابتن محمد عبد الله والكابتن محمد عبد الوارث، طبعا اساطير كره القدم، وبنرحب بحضرتك في اليد. اليد اسف معلش. بنرحب طبعا بحضرتك في قناه النادي الاهلي، وزي ما قالت سهام تنظيم اكثر من رائع في ظروف استثنائيه. بنبارك لحضرتك ونبارك لكل من ساهم في هذا التنظيم، وعايزين نعرف من حضرتك خلاص بعد التنظيم وبعد يعني الحمد لله فوز منتخبنا باول مباراه، اللي جاي خلال التنظيم استعداداتكم ان شاء الله باذن الله لغايه 31 يناير نهايه البطوله، الاستعدادات ماشيه ازاي والاجراءات ماشيه ازاي في الفتره اللي جايه؟ هو انا الحمد لله النهارده وصلت جميع الفرق، كان اخر فريق البحرين وصل الساعه 8 وكل الفرق موجوده، وطبعا اليوم اللي حضرتك عارف اليوم يعني اول ثلاث ايام في البطوله بيبقوا اصعب ثلاث ايام. صحيح. لان المباريات بتشتغل في كل الصالات وفي توقيت طبعا الساعه 7 والساعه 9 ونص، والفرق بيحصل تكنيكال ميتنج الصبح وبيراجعوا كل الباسبورات وكل التسجيل والكلام دوت. فاول ثلاث ايام في البطوله هي طبعا اخطر ثلاث ايام من كل الدنيا حتى الامور تستقر. الحمد لله الامور ماشيه دلوقتي، طبعا عملنا طبعا النهارده بصراحه انجاز تنظيمي رائع ان فريق سويسرا وصل الساعه 4 ظهر في المطار، خلصت الاجراءات بتاعته، كل الاجراءات الطبيه، خلصت الاجراءات الجوازات والكلام ده، وخد الاوتوبيس وطلع على صاله دكتور حسن مصطفى في اكتوبر ولعب المباراه مع النمسا وكسب كمان. وده طبعا يعني كان هم انت عارف حركة سويسرا دخلت مكان امريكا. صحيح. ودخلت في اخر وقت ووصلت في اخر وقت، بس الحمد لله الجدول مشي مظبوط ومفيش حاجه تاثرت او حصل اي تاجيلات، وهم حتى نفس سويسرا يعني شايفين ان اللي حصل ده حاجه هايله جدا. انجاز طبعا كابتن خالد. ايوه انا عايز اتكلم في كده، انطباع المنتخبات اللي بتشارك النهارده في هذه البطوله ايه، وكل ما ينشر على وسائل الاخبار العالميه اكيد حضرتك يعني والمنظمين كمان يعني اكثر حرصا على رصده، كلمنا عن انطباع المنتخبات دي لحد دلوقتي، خاصه كمان في ظل الاجراءات الاحترازيه اعتقد اللي بتتم على اكمل وجه من المطار لحد فندق الاقامه لحد الصالات طبعا اللي بتقام فيها اللعبه. هو طبعا حضرتك عشان عارفه نظام البابل سيستم ده او الفقاعه، ان من اول ما توصل الطياره بيخش الاتوبيس لغايه سلم الطياره. والله وبياخد اللعيبه من الطياره على الاتوبيس فورا، وبناخد الجوازات بتاعتهم، بنكون احنا محضرين كل التاشيرات والارقام الجوازات وكل حاجه. وبتاخد الجوازات في كيس معقم وبتتعقم وبتروح على الجوازات تتختم وتخلص الاجراءات دي كلها، وفي نفس الوقت بتعمل لهم حاجه اسمها رابيد انتيجن تيست في الاتوبيس، بحيث ان بسرعه ما حدش بيطلع من المطار غير لما يكون اوريدي جاي نيجاتيف، والتيست بتاعه السريع اللي احنا بنعمله نيجاتيف، يعني بيبقى معاه بي سي ار تيست وبنعمله كمان تيست في المطار سريع. هايل. وبعدين بيتحرك الاتوبيس ويخرج على البوابه، تكون الجوازات انتهت، يطلع على الفندق مباشره. اول ما بيوصل الفندق بتعمل له بقى فول بي سي ار ويقعد في الاوضه 6-7 ساعات لغايه لما تطلع نتيجه البي سي ار، يبتدي بقى ايه يتحرك، ثم كل 48 ساعة في بي سي ار. فكل حركة بتبقى من المطار للفندق للمباراة للتدريب. طبعا الفنادق كلها واخدينها يعني اكسكلوزيف، مفيش جيست، مفيش أي حاجة، كل فريق كل فريق ليه مكان معين للأكل، وهلما جرب أفصل فيه الإجراءات. طبعا في جوه الملاعب حاجة اسمها ريد زون، محدش بيخشها غير اللي جوه البابل. النهارده طبعا حصلت حاجه ثانيه، انا طلع قرار نهائي كمان من الدكتور حسن صفا ومن معالي الوزير اشرف صبحي وكده، حفاظا على الناس ما يبقاش في اي حد موجود في الصالات نهائي غير الناس اللي جوه البابل فقط، مفيش حد يعني من العاملين اللي موجودين حتى اثناء المباراه وبعد التعقيم والتفعيل بتاع الريد زون، كله بيطلع بره وتكون اللعيبه موجوده بس مع الناس اللي هي موجوده داخل البابل وداخل حفاظا على يعني كل سلامه وصحه اللعيبه يا كابتن. سلام. ده القرار ده النهارده.
لا حقيقي يعني تحيه ليكم ولحضراتكم على المجهود الرائع، لان الموضوع مش سهل خالص. يعني انت بتتكلم على 32 دوله، طبعا بتتكلم 31 دوله غير مصر، لكن بتتكلم على اجراءات قويه جدا، بتتكلم على سيستم. اعتقد كمان في الفترات اللي جايه اعتقد بعض الدول ممكن تستعين بهذا السيستم لتطبيقه في تنظيم بطولات عالميه. فاحنا طبعا من البيت الكبير من قناه النادي الاهلي بنشكر حضراتكم كل من ساهم في هذا التنظيم وهذا المجهود الرائع لظهور مصر بشكل اكثر من رائع على الساحه الدوليه. وان شاء الله كل ده يتوج باذن الله كمان من الناحيه الفنيه، ان مصر باذن الله تكون في ابعد نقطه وتصل للمباراه النهائيه. طبعا الاستاذ خالد فتحي مدير البطوله بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا ليك كابتن خالد. بنتكلم على كمان الصالات اللي بتجمع هذه اللعبه. احنا عندنا اربع صالات تقريبا مغطاه، صاله استاد القاهره، صاله الدكتور حسن مصطفى طبعا في اكتوبر، العاصمه الاداريه، وبرج العرب اسكندريه. كلمنا كابتن عبد الله عن هذا بقى، الصالات والبنيه التحتيه برضو، وشيء يعني كمان بيمثل اكثر راحه واستقرار برضو بالنسبه للعيبه والمنتخبات اللي هتشارك وبتلعب اللعبه دي. كلمنا عنها كابتن. والله هو كان من البدايه يعني كان في طبعا توجه من القيادة السياسية بالنسبة عن طريق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعم، ودكتور مصطفى مدبولي وسيادة الوزير أشرف صبحي، بأن المبادرة اللي هتتم عشان يتعمل بيها الصلاة دي لتنظيم كأس عالم في مصر 2021 يمكن تمت فترة بسيطة بسيطة جدا يعني بالنسبة لكم الصالات اللي هو بيتعمل دوت. فده طبعا ساعد كتير وخلص حاجات كتير ممكن كانت تقف عائق لو البطولة مش موجودة في مصر. يمكن طبعا سهلت أمور كتير بالنسبة للفرق المشاركة. زائد برضو الساعة بتاعت الصلاة نفسها يعني برضو تقدم أي بطولة بغير كأس عالم كمان هاندبول. يمكن أحدثهم الصالة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة أول مرة يعني عندنا صالة استاد القاهرة 17500 متفرج، وصالة بتاعت العاصمة الإدارية 5200، واحدة 5400، 4500، وصالة برج العرب برضو نفس الكلام حوالي 5000 وشوية، فدي 7000 وشوية سوري. فدي ساعدت طبعا على ان يبقى في بنية تحتية موجودة في مصر ان هي ممكن تستضيف اي بطولة بعيدة عن كأس العالم، وان هي تخدم المنتخبات لمدى بعيد الفترة اللي جاية. دايما البنية الأساسية كمان بتبقى حضراتكم المهتمين والناشطين في مجال كرة اليد كمان بتبقوا سعداء بالكلام ده على صعيد المدربين. ده بيساعدك ان عندك بدل ما تسافر بره، لا انت عندك مكانك في بلدك مهيئ بكل ممكن حاجه. ممكن استضيف الفرق اللي بره، اجي العبها هنا عندي لان عندي امكانيات تفوق اي بلد من اللي انا ممكن اسافر. فده كمان دايما البنيه الاساسيه دايما بصراحه يعني بدايه من ملاعب كره القدم والاستادات العظيمه اللي بناها طبعا القياده السياسيه مهتمه جدا بالرياضه لانها قطاع كتير جدا، وزائد التطور كبير. زائد التطور اللي حصل في صاله الاستاد القاهره، نفسه فوق الوصف بصراحه. يعني كامكانيات وتغيير صاله، تغيير ارضيات، وتغيير اوض لبس وحاجات من دي، يعني حاجات فعلا على المستوى الاوروبي الواحد ممكن يتعايش معاها. يعني طبعا الكابتن محمد، وانت بقى خبراتك كلاعب وطبعا انت في مجال التدريب، عايز نتكلم على لما يكون في لاعب زي يحيى الدرع بيكون مان اوف ذا ماتش، المكاسب اللي عايزين نطلعها من مباراه كانت مباراه انت شايف فنيا ما كانتش مناسبه، لكن دايما عايزين نطلع الايجابيات. ايه حضرتك شايف الايجابيات اللي ممكن يعني نستخلصها في مباراة امبارح ونستفيد منها على المدى القريب بإذن الله؟ هي أنا شايف الإيجابيات إن في ظهور أكرم يسري ده لعيب وينج رايت نادي الزمالك، ظهر بشكل مشرف جدا بمستوى قوي جدا. ده بالنسبة لنا إن هو البديل بتاع سند، إن هو يظهر بالمستوى ده كمدرب هو بيبقى مطمن.
محسن رمضان نفس الكلام، الباك رايت النادي الاهلي نفس الكلام، ظهر بنفس المستوى بس طبعا هو كبدايته لسه الخبرات ما وصلتش. طبعا فظهر برضو بشكل كويس ان هو يبقى موجود مع يحيى خالد مع احمد الاحمر. بعد رجوع احمد الاحمر عرفنا ان هو كان عنده شويه اجهاد من ماتشين اليابان، فعشان كده المدرب ما شاركوش في المباراه دي. لسه عندنا اسلام حسن سنتر هاف في النادي الاهلي، ده من قوام الاساسي المنتخب، ده مع الدرع، مع يحيى الدرع. طبعا الاثنين دول بيبقوا يعني يعتبر بالنسبه للسنتر هاف اللي هو العقل المفكر للفريق، هو طبعا متكامل وجاهزين 100%. عندنا اللي ظهر علي زين مستوى كويس جدا، بغض النظر ان هو لسه برضو ما وصلش للتوب فورمه بتاعته اكيد بس في عندنا بكار عمر الوكيل وينج ليفت نادي الزمالك، ظهر بشكل كويس جدا. في كمان يعني دودو، الحمد لله ايجابيات كثيره من المباراه. في دودو الوينج ليفت برضو نفس الكلام، يعتبر عندنا الوينجات ما عندناش مشكله فيهم. اوكي، وهم دول بيبقوا مفتاح الفريق للسرعات للفاست بريك، الجون السهل اللي احنا بنقول عليه اللي احنا محتاجينه واللي الهاند بول وصلت ليه دلوقتي. فهي دي طبعا انا شايف ان في مجموعه كبيره ظهرت وده الايجابيات اللي احنا مستنيينها مع ظهور العناصر الخبره اللي هتطلع تبقى موجوده. لسه طبعا الشباب قداح دودو سيف الدرع هم لسه برضو بالنسبه لهم لسه الرهبه واخداهم، لسه الموضوع بالنسبه لهم طبعا ده وضع طبيعي، كاس عالم طبعا طبعا بالنسبه لهم كاس عالم، بس انا شايف ان هي الفتره الجايه لا هيبقى ليهم دور كبير وهيبقوا من القوام اللي موجودين اساسا، ودي هتفرق معاهم البطوله دي طبعا كمان اكيد بالنسبه لهم. بس في بعض اللعيبه مش هتشارك في المباراه اللي جايه صح، اللي اعتمد عليها المدير الفني في مباراه تشيل اللي فاتت. على حسب الجيم نفسه، على حسب الجيم نفسه. احنا عندنا بره 16 لعيب موجودين على الدكة، انت ممكن حضرتك تستعيني بأي حد خلال المباراة. في عندنا بره تقريبا 4 لاعبين موجودين بره القايمة، دولت ممكن نستفيد ب2 في الدور الثاني. احنا ممكن نطلع 2 من 16 ونحط 2 مكانهم. في تبديل يعني، في تغيير في ما بين الادوار، في تغيير ادوار. بيبقى في الاتحاد الدولي بيبقى سامح ان ممكن اي لاعب منتخب ان هو يحط احلال وتجديد في كل دور. يعني هم كمان سهلوا عشان موضوع كورونا، عشان لو حصل اي ظرف فتحوا الموضوع ان هو تقدر تغير العدد. ممكن تستعين بالاثنين لعيبه بره بدل 2 من ال 16 لاعبين، على حسب ما انت شايف كمدرب ان انت ممكن تحتاج ناس من اللي بره على حساب الناس اللي موجوده. كان في بعض الايجابيات الكابتن محمد قالها، حضرتك شايف المباراه اللي فاتت ايه بعض السلبيات؟ والسؤال الثاني ان دايما يعني في لغه كره اليد يقول لك الحارس المرمى 50% من قوه الفريق. والله هو اللي كان باين قبل كده في المشاركات بتاعه المنتخب المصري على مدار البطولات اللي فاتت، ومنها يمكن اخر بطوله وقبليها كان كاس امم افريقيا 2016 هنا في مصر. كان المشكله اللي عندنا الاجنحه، ان احنا ما عندناش الجناح اللي هو ممكن يصنع الفارق في خلال المباراه كلها. فاحنا كنا بنحاول ان احنا بنغير كذا لعيب في المكان ده، لان احنا ما عندناش ممكن لاعب اساسي ولاعب ممكن يبقى بديل معاه على اساس ان يبقى في منافسه بينهم او الشكل اللي بيبقى متقارب في الاداء. البطولة دي طبعا ظهر عندنا عمر الوكيل وعندنا دودو احمد مؤمن صفا ماشيين كويس جدا بقالهم فترة، وعمر الوكيل بالذات شغال بقاله فترة كويس جدا ومحتفظ بمستواه. الناحية التانية في سند واكرم يسري، الاثنين برضو ما يقلوش عن بعض مع ان سند يعني محترف واكرم موجود هنا، لكن انا يمكن اكرم من الناس المهاريه اللي قالت ان هي موجوده يعني في الفترات اللي فاتت في الكام سنه اللي فاتوا. وهو لعيب على فكره كان مواليد 94 وكان موجود مع منتخب الشباب اللي احنا كنا ماسكين تدريبه في كاس العالم للشباب في البرازيل، وأدى وأثنى برضو على الدور اللي هو إحنا أثنينا على الدور اللي هو كان بيقوم بيه. وكان معاه برضو يحيى الدرع، وكان الكاس العالم اللي بعديه 2017 في الجزائر
كان محمد عصام الطيار هو طبعا كان موجود من الجيل ده حارس المرمى ويليهم بقى بعد كده جه سيف الدرع ودودو وحسن قداح في البطولتين اللي فاتت. يعني نقدر نطمن يعني هو نقدر ان شاء الله نطمن على يعني هو نقدر نعتمد على الشباب دول فعلا ان هم يعملوا اسم لمصر في الكام سنه اللي جايه. يا رب كل التوفيق لمنتخب مصر. بشكرك جدا كابتن محمد عبد الله. شكرا جزيلا كابتن محمد عبد الوالد. كابتن عبد الله طبعا بنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله هنتابع مع حضرتك ونتمنى التوفيق. كابتن محمد عبد الوارث يعني بنشكرك على وجودك معنا في البيت الكبير وان شاء الله نتابع وكل التمنيات لفرقتنا ان شاء الله للوصول لابعد نقطه. شكرا لك. كل التوفيق للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي حاجه ثانيه ان شاء الله. لا دي كانت نهايه حلقه نهايه الاسبوع ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يوم الاحد نشوفكم من 10 ل 1 وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته امام البنك الاهلي يوم الاحد ان شاء الله باذن الله. يوم جديد من البيت الكبير يوم الاحد. تصبحوا على خير.